بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وفي أسبوع الأحداث الكبرى وحالة من الترقب، قوائم الترشيح للانتخابات بين كل الجبهات اكتملت. بكرة كل فريق هيعلن قوائمه، وأيضا ننتظر حالة من الترقب ومعركة النجم مع القمر. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، ويا رب يكمل فرحتنا يا رب بإذن الله تعالى. أفراح الكرة المصرية اللي وصلت لقمتها بتأهل منتخب مصر لكأس العالم في روسيا 2018 تكتمل بإذن الله تعالى مساء الأحد، ويتأهل الأهلي إن شاء الله لنهائي دوري الأبطال على طريق استعادة اللقب المرموق والسفر أيضا لكأس العالم للأندية يا باشمهندس بإذن الله. يعني بعد ما هو ما عندناش إلا موضوعين هنفتح فيهم، قول لنا العناوين عشان نقدر. بس أنت الموضوع معاك بيطول. لا، ما احنا كل موضوع منهم من أهميته لازم ياخد حق. حلقة مهمة في توقيت أهم فيها أبرز العناوين. هل يكتمل البدء في ليلة النجم؟ وأهلا يا دكتور. وبينهما ايوه حديث الساعة. حديث الساعة هو غدا، وبعد غد يغلق باب، بعد غد السبت الساعة 5 مساء امامهم غدا وبعد غد، يعني من بكره ثم يغلق الباب. ثم يغلق الباب. قائمة الكابتن الخطيب اعلنت ان هي بكره هتقدم بالكامل واكتملت معالمها، هم غالبا مش هتشهد مفاجآت يعني. قائمة المهندس محمود طاهر كان المفروض انها هتكتمل وتقدم النهارده، لكن يبدو ان في مفاجاه في اللحظات الاخيره في احد الاسماء، ولذلك تقدم اليوم ثلاث اعضاء، استاذ كامل زاهر والمهندس مصطفى امين الصندوق فهمي. كامل زاهر اثنين فقط، لا وربيع ياسين عمر ربيع ياسين تحت السن، والمهندس مصطفى مراد فهمي كنائب للرئيس. واعتقد يا بكره يا بعده بس عمر ربيع ورقه لم يكتمل بعد، لكن قالوا كانوا قايلين راح يقدم النهارده، ورقه لم يكتمل بعد. طيب يبقى في اثنين بس، النائب وامين الصندوق. قبل كده الاستاذ محمد ثابت فضل الله قدم على مقعد الرئيس، ومحمد ثابت فضل الله على مقعد الرئيس، استاذ ايهاب ايهاب عجينه قدم على مقعد الرئيس، وهب ماضي قدم ولا لسه. وخالد سليمان قدم على العضويه. بس الثلاثه الاواخر دول على يعني خالد سليمان ومحمد حسين عضويه مستقله. اثنين رئاسه حتى الان، الهام عجينه ومحمد ثابت فضل الله مع حفظ الالقاب. نعلم ان غدا او ثم قيل ان غدا المهندس مصطفى فهمي والاستاذ كامل زاهر. مصطفى فهمي على نائب الرئيس، والاستاذ كامل زاهر على امين الصندوق، قائمه المهندس محمود طاهر. وغدا اعلن يعني المجموعه بتاعه الكابتن خطيب ان غدا ستقدموا جميعا باوراقه. طبعا خلاص من يوم الحد بدا الجد. بدا الجد على مستوى الانتخابات، وبدا الجد على مستوى مصير البطوله الافريقيه. وبعد ما تستعرض لنا الاخبار نتكلم. النهارده المهندس محمود طاهر رئيس النادي حرص على حضور مران الفريق والتواجد مع اللاعبين والشد من ازرهم، وحضر كمان الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس الاداره جانب من هذا المران برفقه المهندس محمود، وطلب اللاعبين بالتركيز وان شاء الله بذل كل المجهود لاجل تجاوز مرحله النجم. فريق النجم الساحلي بعثته وصلت لمطار برج العرب. دي لقطات من مران اليوم. استاذ عماد وحيد والمهندس محمود طاهر واللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي. الفريق ان شاء الله بكره هيسافر الاسكندريه علشان يكون في حاله التركيز الكامله والاستعداد لهذه المباراه. قلت لكم انه بعثه النجم الساحلي وصلت في مطار برج العرب، وهيتدرب الفريق لمده تمرينتين في برج العرب،
وطبعا بيحظى باستقبال وحفاوة يستحقهم النجم الساحلي الشقيق. برج العرب خصص 8 بوابات لدخول الجماهير عشان يحقق السيولة المرورية الكافية وعشان يستقبل 50,000 متفرج يا باشمهندس، وفت عليهم السلطات الأمنية تكون المسألة فيها انسيابية في الدخول، وبإذن الله تعالى تكون خالية من أي مشاكل. نفس الحالة اللي شفناها مع المنتخب من النظام والالتزام وعدم الخروج عن أي شيء مقتضيات السلوك الرياضي أو إرهاق السادة الجماهير. وأيضا أعتقد أن في معاملة خاصة لبعثة النجم ومشجعيها، لأن الأول الأهلي خصص لهم 2000 مقعد، 2000 مقعد خشوا بالباسبور جواز السفر مش بتذاكر، لأن دي اللي اتعملت هنا، اللي اتعمل مع جماهير الأهلي هناك بالظبط، وهيتخصص لهم مكان مستقل. ويا رب الأمور تمشي سلسة ويخرجوا اليوم جميل يليق بالمباراة الكبرى بإذن الله. عندنا تفاصيل كتيرة وكبيرة ومهمة في سياق مباراة النجم والأهلي بإذن الله تعالى. لكن من الأخبار المهمة امبارح، يمكن صدر قرار المجلس الأعلى للإعلام بتشكيل لجنة خاصة للإعلام الرياضي. انتوا عارفين أنه مسألة إعادة تنظيم الإعلام المصري استحق تشكيل أكثر من هيئة الفترة اللي فاتت، سواء الهيئة الوطنية للصحافة أو المجلس الأعلى للإعلام اللي منوط به تنظيم العملية الإعلامية كلها في البلاد. هذا المجلس اتخذ قرار عشان ينظم الشق الرياضي، شكل لجنة مهمة جدا لمتابعة الإعلام الرياضي وضبط أدائه. هذه اللجنة برئاسة الإذاعي الكبير الخال فهمي عمر، وعضوية كل من الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي، والكاتب الصحفي الكبير الدكتور خالد توحيد، ومعهم المستشار هشام أبو علم والدكتور حمدي حسن، والإذاعي الكبير الأستاذ عادل فهمي، كما ضمت عضوين من المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة سوزان القليني والكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ حاتم زكريا، الاثنين أعضاء في المجلس الأعلى للإعلام، فبيمثلوا المجلس الأعلى للإعلام في اللجنة الخاصة بالإعلام الرياضي. أهمية هذه اللجنة في المسؤولية الملقاة عليها والنتائج المتوقعة والمترتبة عن إنشائها. لو استطاعت أن تقوم بدور فاعل ومؤثر وملزم دي هتبقى تطوير هائل للعمل الإعلامي، لأن الذي يشهد انفلاتا غير مسبوق، عدم تحرر دقة فيما يقال، إشاعة البلبلة، لغة الحوار، لغة الحوار وإدارة يعني خلق الصراعات وكوارث مهنية كتير، اختلاق المشاكل، كل ده لو نقيناه من العمل الرياضي والسياسي أيضا هنشهد إيجابيات عالية جدا، ويبقى في مصداقية ونقضي على التطفل على المشهد الإعلامي الرياضي. كل القامات اللي بيتشكل منها هذا المجلس تدعو إلى التفاؤل إن شاء الله. والأستاذ خالد توحيد عضو هذه اللجنة بيقول إن اللجنة هتجتمع يوم السبت إن شاء الله عشان تحط الخطوط العريضة لنظام العمل بتاعها، وهيكون فيها تقريبا لجنة للرصد، في حد هيكون معني برصد ومتابعة كل البرامج عشان يبدأ يقدم للجنة ما يتم عرضه من أي تجاوزات. وبيقول إن احنا هنبقى معنيين بدعم وتعزيز الإيجابيات والتأكيد عليها، بجانب أيضا مكافحة ومناهضة السلبيات. اللجنة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي هتكون معنية بتقديم توصيات أو رفع توصياتها للمجلس الأعلى للإعلام عشان يتخذ ما يراه مناسبا حيال أي وقائع يكون فيها أي تجاوزات. النهاردة الدوري بتتواصل منافساته ومبارياته وإثارته. طلائع الجيش تعادل مع طنطا باشمهندس 0-0، والأسيوطي كمان تعادل مع النصر 2-2، لكن إنبي تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال في أول مباراة يقوده فيها كسب فرقته اللي عملت مجده المقصة. بس هو له تصريح عقب المباراة مهم جدا. فازوا 2-1. له تصريح مهم جدا. أو فيه لياقة على الأقل يعني. هل هذا الفوز ثمرة جهد طارق العشري؟ أنا لسه بصمتي ما ظهرتش. كان فيه لياقة. تصريح محترم، كان فيه لياقه وفي يعني نوع من الاعتذار الخفيف قوي للمقاصه. مش انا ولو انه يعني الحقيقه ما حدث بين ايهاب جلال والمقاصه الحقيقه ما لم يكن على البال ولا الحسبان،
واعتقد كل الاطراف ما كانتش موفقه في مسار هذه العلاقه. كانت تجربه جيده ليه وليهم يعني، وكان لازم يكملها على المستوى الافريقي، وكان ماشي كويس. لكن اهو احيانا الانسان تاخده عينه زاغت احلامه. طب انا بحب النجاح لما يكون في مكان لازم تعرف ان دي ثمره كيمياء ومناخ. ايوه قد تذهب الى مكان افضل ولا تحقق نفس المردود، لان الكيمياء والمناخ مش موجودين. فانا صحيح. خليني مع اللي بيحبني ويحترمني وينجحني. صحيح. كل الامنيات له بالتوفيق مع نادي امبي، وكل الامنيات للمقاصه ان يستفيق، لانه بننتظره في المشوار الافريقي يا جماعه، ما لازم يستفيق. بكره الجمعه بتتواصل الاتحاد والانتاج لسه مستمره وصفر صفر ولا في تغيير دلوقتي؟ هنقول لك على النتيجه. لغايه دلوقتي 1-1. بكره باذن الله الساعه 4 الا ربع بتروجيت في استاد السويس هيلاعب وادي دجله، والرجاء في برج العرب مع المصري البورسعيدي ايضا الساعه 4 الا ربع. يعني المصري مع الرجاء 4 الا ربع، وبتروجيت مع وادي دجله في نفس التوقيت، ثم الاسماعيلي مع الداخليه الساعه 6، وختاما في الساعة 9 الزمالك وسموحة. دي يمكن خريطة الدوري الممتاز، وطبعا تأجلت مباراة الأهلي لمشاركته في مباراة النجم إن شاء الله يوم الأحد. في ومن تونس، كرة القدم إلى كرة اليد. كرة اليد ومن تونس أيضا. من القاهرة وبرج العرب إلى تونس والحمامات، وكلها على الشط. الحمامات التونسية هذه المدينة الساحلية بتستضيف بطولة أفريقيا لكرة اليد، بيمثل مصر فيها النادي الأهلي حامل اللقب، كما يشارك أيضا نادي الزمالك. الأستاذ أيمن السويسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية في تونس بيعبر عن سعادته البالغة بتواجد الأهلي في هذه البطولة، بيقول الأهلي باسمه الكبير وبشعبيته، وجوده في البطولة ضمان كبير لنجاح هذه البطولة خاصة من الناحية الجماهيرية، وبيقول إن الأهلي وكل البعثات المشاركة بتحظى بكل الاهتمام والحفاوه والترحاب. بكره ان شاء الله الاهلي هيلعب اولى مبارياته في البطوله. البطوله هتستمر من 19 ل 30 اكتوبر. جدول مباريات الاهلي زي ما اشرنا لكم الى القرعه في الحلقه الماضيه. المباراه الاولى بكره ان شاء الله 10 صباحا الاهلي هيكون ضد الاهلي، بس المره دي ضد الاهلي الليبي، الاهلي المصري والاهلي الليبي، الساعه 10 الصبح. المباراه الثانيه هيلعبها الأهلي إن شاء الله تعالى في اليوم التالي على طول يوم السبت، هيكون أمام هيرتاج الكونغولي الساعة 6 مساء. وهيلعب يوم الاثنين المباراة مع فانز الكاميروني الساعة 4 مساء. ويختتم الأهلي مباريات هذه المجموعة يوم 24 أكتوبر الساعة 6 مساء ضد صاحب الأرض الحمامات التونسي. اكتملت فرقة الأهلي بوصول الكابتن ممدوح طه نجم الفريق اللي كان تخلف عن السفر مع البعثة لظروف خاصة، ووصل الفريق تدريباته باهتمام شديد وبرغبة في الحفاظ على اللقب يا باشمهندس. فريق كرة اليد تعلق عليه الأمال يحتفظ باللقب، واعتقد انه قادر على هذا باذن الله. بس المنافسه السنه دي هتبقى شديده. يعني في الزمالك موجود، وفي فرقتين من تونس موجودين، واحده منهم وقعت في المجموعه بتاعه الاهلي، الحمامات. الحمامات، الترجي في على مجموعه، والزمالك على راس المجموعه الثالثه، هم ثلاث مجاميع. فانا اتمنى كل التوفيق، خصوصا فريق مجدد تقريبا بالكامل. ودي بتبقى فيها صعوبه برضه، خبرات بتبقى قليله شويه. هو بس 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 يعني معظمهم هو مجدد لانه صغير السن، بس معظمهم له خبرات لانه لعب في السنه في البطوله الماضيه. على اي حال نتوقع باذن الله التوفيق لهذا الفريق باذن الله ان شاء الله. من اليد للطايره، وآية الشامي لاعبه النادي الاهلي للكره الطايره ونجمه منتخب مصر بتعرب عن سعادتها الكبيره باختيارها لجائزه افضل ارسال في افريقيا، وبتأكد على انه النادي الاهلي له دور كبير جدا في صقل موهبتها وتقدم مستواها، وان هي بذلت جهد كبير جدا للعوده الى منصه التتويج من خلال الفوز بهذه الجائزه كصاحبه احسن ارسال في البطوله الافريقيه اللي اقيمت في الكاميرون. قالت شامي ان الاهلي لعب 5 مباريات في البطوله،
من وجهة نظرها كان أصعبهم مباراة منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، بالإضافة إلى امتلاكه عدد كبير من اللاعبات المحترفات. وإحنا في أفريقيا برضو بيدفست واضح إن غرامه وقع مع الأهلي. بيدفست ادانا باكا مهالمبي والسعار عمرو جمال، وفي كلام عن مندوب منه هيجي القاهرة طالب استعارة عمرو بركات. سواء على سبيل انا هقول لك حاجه. ليه لا؟ عمرو بركات برضه لاعب واعد جدا. حظوظه انه مش هيكون مش هيلاقي عدد المباريات اللي تعمله الهارموني اللي هو عايزه. فاذا كان ده هيؤدي الى انه ياخد خبرات اكتر على المستوى الافريقي، ممكن يرجع لنا اخر السنه اكتسب هذه الخبرات، ليه لا؟ بس لازم نعرف برضه هل عمرو جمال بيلعب اساسي باستمرار ولا لا؟ اساسي اساسي باستمرار. خلاص فرصه ان عمرو بركات يلعب. طبعا وعمرو لعيب واعد جدا ويساعدوا بعض، ويبقى عمرو بيدفست عمرو بيدفست عمرو جمال وعمرو بركات ويروح لهم عمرو الحديدي كمان لو عايز. عمرو بركات لاعب موهوب الحقيقه، لاعب جدا عنده امكانيات عاليه. انما الظروف مش سامحه، الزحمه لا، ومش مش مقيد افريقيا. لو مقيد افريقيا كان هيبقى له حظوظ في المشاركات دي، اثرت على. طب هو دلوقتي يقدر يقيد في جنوب افريقيا؟ يجوز عنده فرصه يجوز لو عنده دلوقتي ياخده من دلوقتي هيبقى كويس. برضه في النشاط الكروي، الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سعيد بعوده الفريق للعب على استاد القاهره، وبيقول ان وزاره الداخليه وافقت وان وزير الداخليه نفسه ما هوش مبسوط من غياب الجمهور وبيامل في عوده الجماهير سريعا للملاعب. التوصل لموافقه على لعب الزمالك في استاد القاهره اعتقد خطوه مهمه للاهلي وللزمالك وللمنتخب الوطني، انه منشأة عملاقة بحجم وقيمة وتاريخ وتأثير استاد القاهرة يعاد افتتاحه واستقبال مثل هذه المباريات، اعتقد دي خطوة ايجابية على الطريق. لكن في حاجة هنا ايه هو الخبر الجاي هشرح. الاستاذ علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة قال ان احنا ما جاتلناش اي مكاتبات رسمية من نادي الزمالك بطلب استضافة مباريات. قال من غير الاهلي، الاهلي الوحيد الحاجة الوحيدة الطلب اللي جالنا كان من النادي الاهلي. لكن حتى الان ما جاتلناش اي مكاتبات من الزمالك باللعب على الاستاد. قال ان احنا رحبنا للاهلي وطلبنا الحصول على الموافقه الامنيه، وبالطبع لما هتجي لنا مكاتبه الزمالك موافقين عليها ومرحبين. ما هو انت عارف اللي حصل بقى في تقديري. الاهلي حصل على موافقه الاستاد. والزمالك حصل على موافقه الامن. الاثنين اتعشقوا مع بعض، فالاهلي والزمالك يلعبوا على الاستاد. تبادل الاسر. لا ما هو كده، ما هو مؤكد الاستاذ مرتضى مع وزير الداخليه اتفق على هذا. بس الشعب الياباني ده شعب غريب قوي. معاك حسام البدري بدل جبت لي سيرتي كمان. كابتن حسام اهلا بيك. اهلا استاذ ابراهيم. كابتن عادل ازيك؟ كابتن عادل اهلا يا حسام. ازيك يا كابتن؟ وحشنا وبالتوفيق ان شاء الله. شهدت بهذا ابراهيم قبل ما تقول اي حاجه. اتفضل. علي صوتك بس، علي صوتك. بقول لك انت يا استاذ ابراهيم عاوز شهدك شهاده قبل ما تخش في اي حاجه. لا اتفضل. دلوقتي انت كنت شاهد عيان يعني على الجلسات اللي كانت بتتم في اليابان بينا وفي اوضه الكابتن عادل القيعي في صالون القيعي. تمام. وكنا نقعد لغايه الفجر مع بعض انا وانت وهو. ايوه. وكميه الحوارات والضحك والمناقشات صحيح. وانا طبعا كنت بزوغ منه في حاجات لما بيعوز يسالني عن حاجات وقلت الشعب الياباني ده شعب غريب. ايوه. بس كنا بنضحك كتير قوي. صح؟ طبعا. طب يبقى ليه كابتن علي كمان يطلع يبتسم يا حسام؟ يبتسم يا حسام. استنى. طب اسمع يا حسام، انت قلتها. انا بقول لك ابتسم لاني عارف انك انت راجل دمك خفيف وبتحب الهزار، والناس ابتدت تقول لي وليه كده عامل كده مكشر ومتضايق وبتاع. قلت لهم لا، واخد راجل جاد في عمله، فقلت انصحك على الهوا. فالظاهر بقى ان الناس خدتها امبارح. افتن امبارح انت حصل ايه ولا يعني بعتني على الهوا امبارح؟ فضحتني. على اي حال كابتن حسام. ايوه كابتن. ابتسم انت في الاهلي. لا
شاء الله باذن الله يا رب. وهتبتسم، ده انت مش هتبتسم، ده انت باذن الله هتبتسم وتخلي مصر كلها تبتسم باذن الله يا رب. ان شاء الله نتمنى ذلك ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نكون موفقين باذن الله ان شاء الله يا كابتن يوم الاحد. وانا متاكد طبعا، يعني انت قلت كلمه جميله وانا قلت مصر كلها، انا متاكد ان مصر كلها طبعا بمختلف الطوائف طبعا والجماهير ان شاء الله بتتمنى للاهلي ان شاء الله التوفيق كممثل طبعا للكره المصريه، وطبعا اكيد بصفه خاصه جماهير النادي الاهلي العظيمه يعني ان شاء الله. كابتن احنا عندنا غيابات مؤكده غير حسام عاشور واحمد فتحي دلوقتي، ولا في حد لسه ممكن؟ لا الحمد لله، يعني هم طبعا حسام عاشور للاصابه واحمد فتحي طبعا للايقاف، لكن المجموعه كلها موجوده الحمد لله، وكل اللعيبه بيشاركوا، وبرده وليد الحمد لله وعبد الله بيشاركوا من فتره بشكل كويس جدا، بل بالعكس الحمد لله. يمكن النهارده كان عندنا تمرين يمكن هو قبل الاخير في القاهره، انا مبسوط بالروح والرغبه اللي عند اللعيبه والدوافع اللي عند اللعيبه واحساسهم طبعا كلعيبه عندها خبرات طبعا باهميه المباراه والمنافسه الحمد لله بشكل ايجابي ان شاء الله تنعكس على ادائنا يوم الاحد في المباراه باذن الله. باذن الله. ايه الفرق بين المباراه دي والمباراه الاولى يا كابتن؟ فرق طبعا دي على ملعبنا جماهيرنا، تمام، ده فرق كبير جدا لما اقول في وسط جماهيرنا. انا متاكد ان الجماهير دي هيبقى ليها عامل ايجابي كبير جدا. جماهير تملي بقول وصوت في اذن اللاعبين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هتبقى دافع كبير جدا ايجابي وعامل ايجابي ان شاء الله لصالحنا باذن الله. والتملي زي ما انا بقول يعني الجماهير هي بتبقى الوقود للعيبه، واللعيبه بتادي بشكل طبعا مختلف خالص في حضور الجماهير، وانا متاكد طبعا ان الجماهير هيبقى عندها وعي كبير طبعا في المسانده وفي التشجيع لغايه اخر لحظه ان شاء الله، لغايه ما ربنا ان شاء الله يبقى موفقنا ونحقق الهدف باذن الله. باذن الله. النجم تعتقد ان هو بيلعب هنا بدون الضغوط اللي كانت عليه هناك؟ اكيد في بعض الضغوط مش موجوده عليه، لكن عليه ضغوط كبيره جدا وجود جماهيرنا، يعني طبعا وجود الجماهير بتاعتنا وانه بيواجه الاهلي ان شاء الله، وهو طبعا او المباراه على ملعبنا اكيد في برضه ضغط من الضغوط الكبيرة، وزي ما بقول كل مباراة بيبقى ليها ظروفها، فأتمنى إن شاء الله تبقى ظروف طبيعية، أتمنى يبقى اللعيبة في حالتهم إن شاء الله بإذن الله، وأتمنى طبعا أكثر من ده وده التوفيق يكون معانا، التوفيق إن شاء الله لو معانا بإذن الله. أنا عندي ثقة كبيرة في اللعيبة وفي دوافع اللعيبة وفي جاهزية اللعيبة، يمكن صدقني يعني جاهزية اللعيبة بشكل ودافع وإحساسهم بالمباراة شيء مخليني متفائل بشكل كبير جدا. وفي لعيبه يعني يمكن بقى لها فتره طويله مش في الشكل ومش في الشيب وفي الفورمه اللي هم فيها اليومين دول، يعني مش عاوز اقول لك يعني ولو ان البعض بيعتقد ان هناك اشياء، يعني انا سعيد جدا بحاله عماد متعب اللي هو فيها دلوقتي بقى له فتره كويس يعني. انك جبت السيره لان انا كنت لسه هسالك. لا لا بتكلم، انا بتكلم، انا لسه كنت بقول لحد في الجهاز الفني حتى وزنه دلوقتي افضل بكتير، رغبته اكبر بكتير، احساسه بالمباراه ده بالاضافه لكل اللاعبين، لكن برضه يمكن الحاله اللي فيها عم متعب برضه انا سعيد بيها، وهي دي الحاله اللي انا بقالي فتره كنت عاوز يوصل لها وكنت عاوز يبقى فيها، وان شاء الله باذن الله لو تم استخدامه ان شاء الله يبقى عامل ايجابي لينا باذن الله. سعداء بهذا، ومش عايزين نثقل عليك بصراحه، وعارفين قيمه التركيز، لكن انت يعني جاوبتنا على ثلاث حاجات مهمه جدا، الحاله المعنويه والحاله الصحيه والبدنية والنفسية، ثم موضوع عماد متعب، ولا يبقى إلا التوفيق. أنت عايز تسأل إيه تاني؟ أنا عايزه بقى والنبي عشان خاطر حسام اتفضل يا كابتن حسام، تصبح على خير، متشكرين. أصل إبراهيم لو استلمك هيعمل مع وضوح انترفيو، واخد بالك؟ وأنا عايزك والنبي عشان خاطري قبل الماتش. قول لي كسؤال عشان لا يفتى وأنت موجود، ميدفست الجنوب افريقي عايز عمرو بركات ولا مفيش حاجه؟ لا 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 مفيش حاجه كتير من دي خالص. لا خالص، لا خالص، شغل بقى الحدف بتاع الوكلاء بالظبط. ربنا يوفقك وركز ان شاء الله، ووصل تحياتنا وامنياتنا للجميع، وباذن الله نبارك لبعض يا رب. وبعدين يعني بعد الماتش ده لما نكسبه مصر كلها هتعرف قد ايه كابتن حسام دمه خفيف وراجل مرح ومش زي ما الناس متصوره. شوف انا ان شاء الله يعني في حاجه يا كابتن بالنسبه لعماد متعب، انا دايما وابدا بتحضرني، محدش يقدر ينصف عماد متعب ويقدر قيمته كلاعب موهوب قد كابتن حسام البدري. انا ما زالت عندي الصوره يا كابتن وانت بتقدمه للكابتن صالح وانت مدربه في اعتقد 14 او 15 سنه في النادي، 17 تحت 17 سنه، ايوه، لا زالت الصوره عندي
وكان الكابتن محمد رمضان. يا اخي الصوره دي كابتن رمضان كان بالظبط تعمل بيها ايه عندك؟ يعني ما جبتهاش ليه؟ ده هيبقى راس حرب منتخب مصر والنادي الاهلي بالظبط السنوات القادمه. هو ابنك في الاول يعني. صحيح، فانت واخده من اول السطر والعلاقه اكبر واجمل بكتير جدا من الكلام اللي بيتردد. لكن اعتقد كلنا معاك، وان شاء الله هتفرح مصر كلها يا كابتن بمشيئه الله. يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن حسام البدري المدير الفني للاهلي، وانت حريص انه يعني. لا 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 خلاص كده كويس قوي كده، ما تاخدوش منه وشمال بقى. طيب الحاله المعنويه هايله، الحاله النفسيه كويسه جدا، الحاله البدنيه يبقى الوضع التكتيكي، الوضع المسائل الفنيه كل شويه حد يسال على حاجه. يا جماعه في نقطه مهمه ارجوكم، عشان برضو السوشيال ميديا الجمهور اللي المهندس عادل دايما وابدا حريص انه يخاطبه او يحطه في الاعتبار في المناجده. المدرب بيختار اي لاعب في التشكيل بناء على حاجات كتيره اي حد من الجمهور ما يعرفهاش، مش بس الحاله الجاهزيه بتاعه اللاعب دلوقتي، ده كل يوم في التمرين هو شايفه، فشايف معدلاته البدنيه عامله ازاي، حالته المزاجيه عامله ازاي، مدى مناسبته للطريقه اللي المدرب عايز يلعب بيها، مدى ملائمته لفريق المنافس، هيواجه الفريق الفلاني ايه مراكز القوه والضعف اللي عنده، ايه النقط الانسب مين يلعب على فلان لو يبقى اسرع او يبقى ابطا او يبقى اتقل، يعني كلها اعتبارات في تقدير حجم المنافس، في ظروف المباراه وطبيعتها، في قدرات اللاعب اللي عندي، في الطريقه اللي انا هلعب بيها مين الانسب لادائها، مين اللي هيلعب جنب منه الافضل يبقى مين جنب مين، كلها امور تنظيميه تكتيكيه الجمهور ما يعرفهاش. الجمهور حساباته حسابات عاطفيه، كل النجوم مؤكد ان هم في عين الجميع، ومؤكد انه الاهلي حريص جدا على كل ولاده، ومفيش حد اجمل في السنين الاخيره في علاقته بالنادي الاهلي من عماد متعب. لعيب محترم جدا، لعيب فعلا مخلص جدا للنادي الاهلي، لكن مين اللي يشرك اللاعب؟ مين اللي يختار التوقيت؟ مسائل فنيه ارجوكم، عايزين تستعدوا بالاهلي وعايزين تفرحوا مع الاهلي، نرجع دايما وابدا الامور لوضعها الطبيعي. كل نجومنا فوق راسنا، لكن يبقى القرار للمدير الفني اللي من المؤكد هو احرص الناس على نجاح الفريق والنجم مع بعض. كل نجومنا فوق راسنا ويبقى القرار للمدير الفني، ولكن الاهلي فوق الجميع. والكلمه دي ما هيش كلمه لان ابتدت هتفقد معناها، لان الكل بيستخدمها للمعنى وعكسه. ايوه. الاهلي فوق الجميع يعني ايه؟ تتوارى المصالح ويبقى مصلحة النادي الأهلي، هو ده الكلام. ودي لازم بقى شعار نشوفه في حتى في الانتخابات القادمة. يعني ايه فوق الجميع؟ يعني الكل زي ينسب في واحد، الفرسان الثلاثة، الكل الواحد، كل في واحد، واخد بالك؟ دي الفرسان الثلاثة كان وان فور اول وورل فور وان. يعني هو ده الكلام، ان احنا يبقى نشوف هذا التطبيق في كل تصرفاتنا الخاصة بالنادي الأهلي، جمهورا، إعلاما، أعضاء، مسؤولين، كلنا نبقى الأهلي فوق الجميع. وخدوا بالكم يعني كابتن حسام البدري يمتلك خبرات جيدة جدا في التعامل مع الكرة التونسية، يعني ما شاء الله عنده، ربنا يسهل انقل بإذن الله تعالى، عنده خبرات تساعدكم وتتخطى بالأهلي عقبة النجم إن شاء الله. يا رب كل اللي رايح مسؤولين يا رب، كل اللي رايح الاستاد رايح بايجابيه، رايح بوعي، رايح برغبته في انه يقود الاهلي باذن الله تعالى للدور النهائي. يا رب التوفيق، لا يبقى الا التوفيق بإذن توفيق الله. التحكيم وتوفيق اللاعبين. الاهلي كمان بينتظر موافقه الامن على العوده للعب في استاد القاهره، زي ما قال رئيس هيئه الاستاد ان احنا ما عندناش مخاطبه رسميه الا من النادي الاهلي، لما الاهلي يتلقى الموافقه الامنيه زي ما قال اللواء شين شمس المدير التنفيذي للنادي، هنبحث ونشوف عودة الأهلي للعب في استاد القاهرة إن شاء الله. هنلعب بإذن الله. ما أنت حاطط اختيارك الأولاني ملعب استاد القاهرة. ده الثابت عندك. فأنت لو الأمن قال أوكي خلاص أنت أوتوماتيك. بالظبط. مش لسه هتقدم طلب للاستاد. من تونس للجزائر. الاتحاد الجزائري أقال المدرب بتاعه على المنتخب وجاب رابح مجر. رابح مجر النجم الجزائري الأشهر في تاريخ الكرة الجزائرية ربما. المدرب رقم 5 في اخر 3 سنين
وهنا تعرفوا ليه مصر راحت كاس العالم وليه الجزائر قبل كده راحت كاس العالم لما كان عندها استقرار فني شويه. فريق يتولى تدريبه 5 مدربين في 3 سنين دي مسألة تعكس حالة من عدم الاستقرار بالتأكيد. رابح مجر المدرب 5 في آخر 3 سنين وعندهم أمل أنه يعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي بعد ما استغنى عن الأسباني لوكاس الكازار أو الكراز وبدأ رابح مجر في ترتيب أوراقه. بص أنا هقول لك حاجة. ليه الجزائر غيرت وليه مصر ما غيرتش؟ البناء من الفشل إلى الصعود ها؟ بيخليك مع كل خطوة تشعر أنك بتتقدم فيعتبر نجاح حتى لم تحقق الهدف فدعم استقرارك. لكن البناء من القمة أو الحفاظ على القمة مع كل تراجع عن هذه القمة يعتبر فشل. فتجد أن الفرق الكبيرة بتسعى إلى الحفاظ على موقعها على القمة قد لما عندهاش الثبات قوي والنظرة المتفائلة للمستقبل يبتدي مع كل هزيمة يغير. لكن احنا كنا في ايه؟ ده احنا ما بنتأهلش لكأس الأمم الأفريقية. فلما تاخد تأهل كأس الأمم الأفريقية ثم تلعب المباراة النهائية كل خطوة بتقودك إلى اللي بعدها بتدعو إلى الاستقرار. ثم مشوارك الناجح بدري في تصفيات كأس العالم كل ده بيدعو للاستقرار. بدري يا حسام. انت هتحب الأفيات دي بقى. فأنت بعكس بقى الجزائر اللي مصنفه رقم 1 ومكسره الدنيا مع كل تراجع بيحصل خضه. الله احنا ما كناش كده. فنرجو كل التوفيق. الكره الجزائريه كره ممتعه ولها وضعها وتاريخها. وبعدين رابح مجر ده نجم كبير نتمنى له التوفيق باذن الله. في مثل هذا الاسبوع انتصارات الاهلي كانت كبيره وباذن الله تعالى يبقى فال وعليه الكمال في مثل هذا الأسبوع. لكن في 15 أكتوبر 93 الأهلي فاز على كانيمي ووريرز النيجيري كان ذهاب نصف النهائي أيضا في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس سنة 92. التعادل في نيجيريا في مباراة العودة أحرز الأهداف جمال السيد وإبراهيم حسن ومحمد رمضان. وفي النهائي فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على أفريكا سبورت الإيفواري 1-1 و1-0. نفكر حضراتكم بأهداف الأهلي في كانيمي ووريرز النيجيري. جمال السيد رقم 6 من النادي الأهلي هو اللي هيشوطه. فريق كويس الحقيقة كانيمي من الفرق اللي تعبتنا لما تدري كتير لو جبنا الجول ده. جمال السيد المهاجم اللي ما خدش حظه من التقدير على مستوى مصر وعلى مستوى الجماهير لانه عالي قوي 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 واحد من الاعظم في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي محمد رمضان. عالي قوي جيب لك الجول بابسط طريقه. عارف ليه؟ فيلسوف. لانه كان يحتفل بهدوء فالناس خدته بهدوء برضه. ايوه ما تفاعلوش معاه. وانت عارف حتى انا لغايه دلوقتي لما ساله يقول لك انا بستغرب هو انت محتاج تفرح بعملك؟ يعني انت الفرود وظيفته يجيب جول. انا ربنا يوفقك. لا يعني في اخراج. الناس بتقعد تفكر لما اجيب جول هعمل ايه؟ لدرجه انه بيضيعوا ساعات الاجوان لانه بيفكروا في الاحتفاليه اكتر ما بيفكر في الهدف. لكن رمضان ده بابسط الطرق يجيب لك الجول. تحس ان اللعبه سهله والكوره دي سهله وازاي يعني فلعيب عظيم. صحيح. عظيم وشخصيه اعظم. شخصيه محترمه. ايضا في 16 اكتوبر 87 الاهلي فاز على كوتوكو 2-0
سجل الهدفين الكابتن محمود الخطيب والكابتن طاهر أبو زيد. المباراة كانت في ذهاب نصف النهائي، وفي كوماسي فاز كوتوكو 1-0، وفي النهاية فاز الأهلي بالبطولة بعد ما تغلب في الفاينل على الهلال السوداني. نفكر حضراتكم بهدفي الأهلي في كوتوكو الخطيب وطاهر أبو زيد. الكور العالية روكسون، أحمد روكسون، ولا أدوم ما يقدرش يعمل لها حاجه. 1-0 للاهلي في الدقيقه 20، يجيبها محمود الخطيب. بنالتي هيبقى مؤثر قوي لان هيفرق كتير جدا، 2-0 غير 1-0. حافظ علي طاهر ومحمد أدوم وطاهر وطاهر جول. النهارده طاهر ابو زيد يجيب برضه بنالتي، والله لو الاهلي كمل مشواره ويوم 1/11 يقدر يفوت من كوتوكو ويبقى البنالتي ده هيبقى لدور كبيره. وفي 26 اكتوبر لكن 2001 الاهلي فاز في الجزائر على شباب بلوزداد الجزائري 1-0، وده كان الموسم الاول لمانويل جوزيه مع النادي الاهلي في تجربته الاولى على الاطلاق. في 2001 سجل الهدف ابراهيم سعيد، وصعد الاهلي من خلال هذه المباراه للدور نصف النهائي. نفكر حضراتكم في هزيمة ريال مدريد في أوت أغسطس الماضي، التسديدة الأهلوية وهدف الأول، الهدف الأول للأهلي القاهر المصري، هدف تاريخي في هزيمة ريال مدريد في أوت أغسطس الماضي، التسديدة الأهلوية وهدف الأول، الهدف الأول للأهلي القاهر المصري. أنا بس عايز أقول حاجة يا جماعة. اتفضل. عايزين نعمل حاجة اسمها أيامك يا أهلي. يعني أي يوم تشاور عليه تلاقي مجموعة من الانتصارات، النهاردة عندنا بسم الله ما شاء الله مثل هذا اليوم، شوف كم انتصار، أنت قلت 4. دلوقتي وشوف كم واحد جاي. اللي فات ده كان في 21 أكتوبر 2001، لكن في 18 أكتوبر 2008 كان لقاء العودة للأهلي مع إنيمبا النيجيري. كان في نصف نهائي دوري الأبطال بطولة 2008. بعد التعادل في نيجيريا 0-0 سجل للأهلي فلافيو في القاهرة هدف الفوز والتأهل للنهائي. بعدها فاز الأهلي لو تفتكروا على القطن الكاميروني 2-0 و2-2 في جروة، وعاد الأهلي بكأس البطولة من الكاميرون. نفتكر مع حضراتكم هدف فوز الأهلي على إنيمبا برأس فلافيو. يعملوا كنترول وتحكم في ظروف المشهد. طب حاجه انك تلعب تحت ضغط، انما لو اتعودت خلاص تبقى حلوه جدا بالنسبه لك. على كره يلا جول، جميل جميل جميل. خلص يا فلافيو، خلص يا فلافيو، نموذج نموذج للمتابعه من على الاهلي من قريب، نموذج للشوت كورنر الملعوب على الاهلي من قريب. برافو فلافيو، ويتقدم والملعب لونه احمر، كل الدنيا كل الدنيا حمراء، كل الاعلام ماليه استاد القاهره. شفت عمل ايه فلافيو؟ شفت الخطوه اللي خدها من الاثنين المدافعين؟ شفت الخطوه اللي خدها قبل الاهلي من قريب عشان يلمسها من اقرب نقطه؟ نموذج، وجه من وضع حركه، عمل ارتقاء، ولا كلمه ولا كلمه، نموذج فعلا للكوره الجميله، نموذج للارتقاء. كيف تتكرر مثل هذه الرأس الذهبية؟
ثنائي لا شوف من اي زاويه وفي اي حته ويلف ويعمل خرم ابره يسجل. وبعدين وصلوا من الابداع في الموسم ده هو وجلبرتو ان من اليمين من الشمال يقول حطها لي على البعيده حطها لي على القريبه على ظهرها تنور يعني على بطنها تنور لا يعني نحفظ على القريبه نلعب على البعيده صحيح نحفظ على قرب القائم نطلع لك بره السته مجموعه من الاهداف تدرس لو كنت عايز تعلم الناس ضربات الراس الحقيقه حاجه ابداع جامد محترم قوي الحقيقه كمان في 21 اكتوبر 2012 الاهلي فاز على سانشاين النيجيري 1-0 كان في نصف نهائي دوري الابطال بطوله 2012 بعد ما كان تعادله في نيجيريا 2-2 سجل هدف الاهلي في الفوز محمد ناجي جده ووصل الاهلي للنهائي وفاز على الترجي 1-1 فاز 2-1 في مباراه كبيره جدا للاهلي تحت قياده الكابتن حسام البدري فال وعليه الكمال نشوف هدف ناجي جده طموحات هذا الفريق لمسه حلوه قوي وادي التحركات وفايق الاهلي النهارده وادي جدو سلام يا سلام يا جدو يا سلام يا جدو يا سلام يا جدو ادي امامنا محمد ناجي جدو بفورمه بقى امم افريقيا 2010 باداء رائع بهدف تقدم اهلاوي ياتي في هذه اللحظات محمد ناجي جدو بمهاره بانطلاقه بترجمه يعني للسيطره اللي بيفرضها النادي الاهلي بهدف رائع وادي امامنا هنا هنري يعني مش فكرني بحراس مرمى الخماس اللي بيلعبوا كان في الدورات الرمضانيه امامنا اهو حارس المرمى لكن شوف الهجمه اتعملت حلوه قوي ادي امامنا التفويته الجميله الحقيقه من عبد الله السعيد وادي اللمسه من حسام غالي وبتفكير رائع جدا من محمد ناجي جدو كل توقع العرضيه هجمه منظمه بلمسه حلوه وادي امامنا هنا داس عليها حلو قوي جدو ولحسام وحسام حطها له وجدو على طول لا يتوانى في ايداعها هدف جميل هدف ملعوب وشوف بقى الباصه الحلوه يا سلام يا سلام حسام غالي حسام غالي امامنا بقى هنا اهو في تالق كبير بتمريره وادي امامنا الهدف الجميل جدا من محمد ناجي جدا التمريره ديت بتاعت حسام غالي الحقيقه بتخلينا فعلا نشتاق للاعب بقيمه حسام غالي امبارح كنت بتابع شريف عبد الفضيل كان له حوار مع كابتن شوبير شفته عايزين تشوفوا قيمه حسام غالي وحقيقه علاقته مع زمايله ودرجة غيرته على الأهلي وسبب مشاكله مع الإعلام اسمعوا لحد من اللعيبة اللي عاصرت حسام وتعاملت معاه عشان هتلاقوا باستمرار نموذج في ابن الأهلي الغيور قوي على فرقته حسام ما يحبش كان يشوف أي حاجة مايلة في الفرقة بتضايقه أي حد يكون عنده جزء من تقصير مع النادي الأهلي فبالتالي ربما كانت تعاملاته زي ما شريف قال الناس بتفهمها غلط لكن هي في الاول وفي الاخر كلهم بيحبوه كلهم بيحترموه كلهم بيقدروا دوره كقائد هو كمان بيحب الاهلي جدا ومخلص قوي لكن تاثيره في الملعب بص الباص بتاع حسام غالي عامل ازاي هو لاعب مبدع لاعب استثنائي بجد يعني استثنائي طبعا وما شفتش واحد بيتحكم في الكوره بالمهاره دي وبالثقه دي جراديولا مش احسن مدرب في العالم اول واحد اداله كوبري في نص صحيح عمك حسام صحيح في 2001 يوم كسبناهم 2-1 طيب الاهلي كمان في اخر ما بنفكر حضراتكم بانتصاراته في مثل هذا الاسبوع كان في 20 اكتوبر 2013 ودي اخر لقب لدوري الابطال الاهلي احرزه باذن الله تعالى الاهلي يستعيد هذا البطوله هذا العام في 20 اكتوبر 2010 الاهلي فاز على القطن الكاميروني في الجونه اتعادلوا 1-1 بعد التعادل في جروه 1-1 ايضا احرز هدف الاهلي عبد الله السعيد لجأ الفريقان لركلات الترجيح من نقطه الجزاء عشان يفوز الاهلي 7-6 ويصعد للنهائي البطوله ويفوز باللقب تحت قياده الكابتن محمد يوسف وقتها بعد ما تغلب على اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي 1-1 و2-0 نشوف اهداف الاهلي والقطن الكاميروني تتلعب على طول وان تو رائع 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 سيد خد راحتك خد راحتك يا سيد اتلعبت الكوره جول 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 عبد الله السعيد لتاكيد التفوق لتاكيد التاهل ان شاء الله من هذه المباراه من الجونه الجونه وجوه الجون عبد الله السعيد حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب
اتلعبت من مبونجو جوه منطقه الجزاء خطيره جدا. ومره تاني موسى جول، ده اللي بنقول عليه، هو ده اللي بنتكلم عليه من بدري جدا. النتيجه خطيره خطيره جدا. طيب اذا عرضيه بوكاما كايا والهدف باذن الله ابو تريكا، والقائم القائم يمنع تريكا من التسجيل. يونجو واقف غلط واقف غلط واقف غلط، لكن حطها صح ويونجو يسجل اول ركله ترجيح. وليد سليمان بقدمه اليسرى يسجل ويتعادل للنادي الاهلي، اول ركله ترجيح للنادي الاهلي. بوبا امين راح معاها شريف، راح معاها شريف، لكن الكوره قويه جدا. يسجل وائل بالتخصص يتعادل يجوده يلعبها، وشريف اكرام يتألق، يجوده يضيع، وشريف يعيد الامل مره اخرى. شهاب الدين جول جول جول، يتقدم النادي الاهلي اخيرا، حطها بشكل كويس. طيب الركله الاخيره سيد يا سيد سا 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 سيد يا سيد، يسجل سيد يعمل اللي عليه، هدف بيسا 4-3. اتسجل الهدف، ضاعت من شريف يعني، اتسجل الهدف وكان بقوة بتصميم بتركيز يسجل تريزيجيه ويقرب النادي الاهلي من جديد. برضو تسجل، شكلنا مكملين مطولين. اخيرا يسجل محمد نجيب بعد كل الفرص اللي اتيحت له طول هذا الاسبوع، ويتعادل مره اخرى كده. خد القرار احمد فتحي، يسجل فتحي، يتقدم النادي الاهلي مره اخرى. كمان وشريف اكرامي، شكرا همان، شكرا همان، يطيح بالكوره في المدرجات. عايزين نقول بقى حاجه، قول. دي اخر بطوله في 2013 في هذه البطوله، ايوه، دوري ابطال الدوري، ودي اللي كانت وضعانا لحد هذه البطوله في صداره التصنيف العالمي، في الاكثر تتويجا تقصد، في الاكثر تتويجا. ما هو الاكثر تتويجا على مستوى العالم، ايوه، قبل كل الانديه العريقه، مدريد والمان يونايتد وميلان والحاجات دي، والميلان وبوكا جونيور كانوا المنافسين، لكن احنا كنا سابقينه. الغياب من 2014 15 16 والان نحن في 17، ثلاث سنين اللي فاتوا دول ده ريال مدريد من الخلف، فيهم لقب الكونفدراليه بس، ما هو الكونفدراليه فيهم لقب الكونفدراليه مع جريدو، لكن اللقب دوري الابطال خلاص من 2008 انت مش 2013. من 2013 انت مش موجود، اللي هي لعبناها في المغرب. ايوه دي ابعدتنا او افقدتنا اللقب بتاعنا، هيبقى استعاده اللقب ده صعب لانه مش في ايدنا لوحدنا. لو ربنا سهل وعدينا السنه دي وكسبنا هيبقى عندنا امل، لكن ما تنساش ان ريال مدريد برضه معاك في بطوله انديه العالم. والمرشح انه برضه يتجاوز اللقب. باللقب او الله اعلم بقى تحصل مفاجات شكلها ايه. فاحنا عايزين نقرب السنين اللي جايه دي باستمرار الاهلي يتواجد على امل ان يتعثر ريال مدريد. ان شاء الله الاهلي يستعيد ارضيته الافريقيه القويه، يستعيد لقبه المرموق، يستعيد وهجه العالمي باذن الله تعالى من خلال عوده المشاركه في بطوله العالم للانديه، من خلال التتويج باللقب القاري المرموق، ويرجع الاهلي وترجع امجاده وجماهيره. لكن هل يكتمل البدء في ليله النجم؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وهل يكتمل البدر في ليله النجم؟ البدر هو الاهلي، ان شاء الله يكتمل توهجه، يكتمل بزوغه، يكتمل لمعانه، يكتمل ظهوره في فلك البطوله الافريقيه، وفي ليله يواجه فيها النجم الساحلي الشقيق
مساء الاحد باستاد الجيش المصري. ده عنوان له معنى. يعني لم عنوان يعني فلكي له معنى. مش اعتباطي. البدر هو القمر عندما يكتمل. وعندما يكتمل القمر يصبح بدرا. يصبح بدرا. اصبر بس عليا. مش مسألة انه بدر يعني ضوءه بيحجب النجوم. ايوه. يعني والشمس عندما تظهر تحجب القمر. فاحنا ونحن قمر نتمنى ان يكون الاهلي في هذا اليوم بدرا مكتملا يطغى في ضوءه على ضوء النجم. فيبقى البدر بدري. يبقى البدر بدري. كمل. مش بدري انا يعني. يلا. يا اهلي ما يهزك نجم. نشوف في هذا التقرير الصوتي يا اهلي ما يهزك نجم. يا بطل ما يهزك نجم. يا زعيم افريقيا نعم تستطيع. فالاهلي هو الاهلي في كل زمان ومكان، مع سلامة او الجهري، مع جوزي ويوسف او البدري. فالاهلي يمكنه الوصول لقمة دوري الابطال، يمكنه التتويج وخطف الاميرة السمراء مهما كان المنافس والظروف والعقبات. وملحمة برج العرب في الساعة السابعة من مساء الاحد القادم. الاهلي يكفيه هدف واحد نظيف في مرمى النجم الساحلي لبلوغ النهائي. ولو غاب لاعب بيتولد الف لاعب. ولو فشل مهاجم في التسجيل هناك القادمون من الخلف. من يملك اكرامي؟ من لديه ربيعة وسعد ومعلول؟ من يستعد بالسلية والسعيد وهشام واجاي وسليمان؟ من لديه مؤمن؟ والمؤمنون في الهجوم، الشيخ وازار ومتعب، والجمهور الكبير الذي سيحضر المباراة والمقدر قانونا بخمسون ألفا، سيكون اللاعب رقم واحد خلف أحد عشر لاعبا. فيا أيها اللاعبون والمدربون والجمهور، لا تنسوا أن المباراة صعبة والمنافس قوي. لا تنسوا أن هدف عماد متعب الغالي في مرمى سيوسبورت في الوقت بدل الضائع، وأن هدف عمرو بركات في نصر حسين ضيع عربيا في الزمن الصعب، وإن أبو تريكة أبكى التوانسة بهدف لن ينسى في الصفاقس قبل صافرة النهاية. المهم الالتزام بخطة البدري. الجميل احترام المنافس التونسي. الأروع تحكيم عادل يا جنوب أفريقي. والنهاية السعيدة للجمهور الأهلاوي. ارفعوا أيديكم إلى السماء لعل أبوابها مفتوحة، فيستجيب المولى عز وجل ويصعد الأهلي للنهائي. زي ما تساءل التقرير المهم التحكيم، توفير التحكيم العادل، لأنه سيرة النجم على طول بتشممنا ريحة عرجونية من النهائي المثير الغريب العجيب لعبد الرحيم العرجون الحكم المغربي. هذه المرة الحكم من جنوب أفريقيا يا باشمهندس. جنوب أفريقيا. نتمنى التوفيق يوم المباراة، لأن الحقيقة احنا زهقنا بقى من تحامل التحكيم علينا. زهقنا. يعني سواء محلي أو دولي أو إقليمي. فنتمنى بإذن الله أن التحكيم يكون، أنه فيكتور جوميز الجنوب أفريقي يوفق في أنه هو اتغير الحكم اللي كان محطوط أصلا بعد إخفاقه في ماتش غانا وغاندا، وجه حكم برضو جنوب أفريقي بديل. نرجو له التوفيق بإذن الله، ونرجو برضو أن التوفيق في المباراة يكون حلفنا. لأن برضو في كور ملهاش مبرر ممكن تخش فيك، وفي كور لازم تخش برضو بتضيع بلا مبرر. فنرجو وتوقيت التسجيل كل الحاجات عليه. والله توقيت التسجيل يا إبراهيم أنا ما يعنينيش. يعني مسألة الهدف البدر يخلص، لا أنا مش مع دي قوي. بالعكس أنا عايز أكسب إن شاء الله في اللحظات الأخيرة بحيث يصعب التعويض. صحيح بتبقى على أعصابنا، لكن الهدف البدري ما انت ما بتتفرجش فمش فارقة معاك. ما انا ما بتفرجش، انت روح اتفرج. مش فارقة معاك. لكن الحقيقة يعني ما هو الهدف المبكر برضو لو جبت جول اتحسم الموضوع.
بتوع 90 دقيقة شايل الهم. لا لا، هو الأفضل إن أنت تسجل وتعزز تغطي لحد 2-0، أنت مش معزز. لأن برضه هما في الجيم. في الجيم فبإذن الله بإذن الله يعني حتى لو دخل لا قدر الله، يعني نتذكر ماتش الملعب المالي. طب عايزين نقول حاجة للجمهور، الكابتن حسام أشار ليها لكنه مهم إن أنت تقف عندها شوية. لما نبص يا جماعة على مباريات الأهلي مع الأندية التونسية بالتحديد، ولما تتكرر كتير يبقى لا، دي ظاهرة لازم نقف عندها ونتعامل معها بشكل إيجابي شوية، أو نحاول نتخلص منها. إيه معنى إنه الأهلي مع الأندية التونسية، لا سيما الترجي والنجم الساحلي وحتى الصفاقسي، الأهلي يحقق نتائج بره أفضل من اللي جوه، والتوانسة يلعبوا في مصر ويحققوا مردود أحسن من بره في الغالب. يعني في مرات طبعا كان في استثناءات، لكن القاعدة العامة للقاءات الأهلي مع الأندية التونسية إجادة هناك وإجادة لهم هنا. ده التفسير المنطقي القريب إنه ده بفعل ضغوطات الجماهير ونتيجة للشد العصبي الشديد اللي بيفرضه الإعلام والجمهور على صاحب الأرض سواء في تونس أو هنا. لما بتتخلص منه انا بص يا استاذ ابراهيم، عندك تفسير تاني؟ قول. عندي تفسير تاني، قول. اعتقد انه اكثر واقعيه، لان باستمرار يقول لك الجمهور اذا ما جاش يقول لك كان بيشكل سلاح معايا، اذا جه يبقى بيضغط عليا. لا، لعبتنا بقى خلاص خاضت مراحل الضغط والكلام ده، واعتقد لعبتهم كمان. انما انا تفسيري ان الملاعب جيده هنا وهناك بتسمح ما انك ما تشعرش بفارق ال. طب ده التفسير المصري. ما تيجي نشوف التفسير التونسي لهذه الظاهره. معنا على الهاتف من تونس الزميل الصحفي الاستاذ عبد الكريم العبدي. اهلا بك يا استاذ عبد الكريم. اهلا وسهلا، مساء الخير وتحيه لمتابعي قناه النادي الاهلي. شكرا لك استاذ ابراهيم. اهلا بك. تحيه للأستاذ عدلي القيعي، ومرحبا بكم، وأنا سعيد أكون في قناة النادي الأهلي مرة أخرى. أهلا بيك دايما يا أستاذ عبد الكريم. كيف جاء النجم للقاهرة؟ شوف، لم يعد معناها غريب، يعني المباريات يعني النوادي التونسية الكبيرة وخاصة الترجي والنجم مع الاهلي ومع الزمالك، وخاصه مع النادي الاهلي، خاصه خصوصا النادي الاهلي، يعني تقريبا نقول معناها كتاب مفتوح، او خاصه في ظل التنافس المستمر بين المنتخب المصري او النوادي، لانه كنقولوا النوادي او المنتخب تقريبا اللاعبين من هنا او من هناك تقريبا يمثلوا للمنتخب المصري او النادي الاهلي. معناها الفريقين الاثنين عارفين بعضهم مليح، يعرفوا نقاط القوة والضعف، يعني فارق الملعب قد يكون حاسم وقد يكون لا، لأنه معناها النادي الأهلي سبق له أن لعب مرتين في سوسة مع النجم وما انهزمش، يعني عاد بالتعادل، ومرة خسر في القاهرة ومرة فاز، يعني المرة هذه انهزم في سوسة، يعني الفرص أعتقد متساوية مع تفوق طفيف للنجم بسبب فارق الفوز الصغير بهدفين لهدف. هل تعتقد ان النتيجه 2-1 نتيجه مريحه للنجم؟ لا 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 لا، غير مريحه بالمره، غير مريحه النتيجه بالمره، لان الفوز بفارق هدف في مثل هذه المباريات وكانه تقريبا يعني نصف تعادل او فوز صغير او نصف فوز، يعني الفوز بفارق هدف، لانه النادي الاهلي يمكن يعوض الهدف في اي لحظه من لحظات المباراه. كمان النجم قادر بس يسجل في مباراه العوده، يعني على ملعب النادي الاهلي، يعني الحقيقه المقابله ترفض كل التكهنات المسبقه، ويبقى لكل فريق نفس الحظوظ تقريبا 50% في المرور للمباراه النهائيه. واكيد ان قوه شخصيه اللاعبين والحضور البدني والذهني والتكتيكي ساعه المباراه، والاوراق معناها والتغييرات والاختيار التشكيل والتغييرات نتاع المدربين الاثنين ستلعب دورها في ما يخص النادي الذي سيمر للمباراه النهائيه. هل استحب، اهلا بحضرتك الاول، انا عادل القيعي،
هل اصطحب النجم مجموعة من جماهيره وكم عددها يعني تقريبا معاه في هذه الرحلة أم سيلحقوا به؟ يعني في تحريك اولا يعني لم يكن الفارق لم يكن عدد الجماهير بالكثير تقريبا من الصعب ان يصل تقريبا 500 محب من الصعب يعني من الصعب لكن هذه الجماهير لن تؤثر يعني ولن يكون لها ضجيج او تاخير في الملعب في ظل الجماهير الكبيره للنجم يعني لكن النجم لم يتأثر بجمهور النادي الأهلي لم يتأثر لأنه اللاعبين بتاع النجم لهم خبرات كبيرة مع المنتخب ومع النجم تقريبا في السنوات الأخيرة تقريبا حارس المرمى بن عمرو يعني فما لاعبين على مستوى معناه كبير متعودوا على الضغط متعودوا على اللعب في 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 مباريات قوية أو أمام منافسين أشداء كما قلت هي الحضور ساعة اللقاء والنجاعة والهدوء يعني هذه الأسباب تقريبا اللي بتحدد من سيمر للمباراة النهائية علما وحسب وجهة نظري الشخصية أن النجم أقوى وأخطر من الترجي رغم أن الترجي يملك عناصر أفضل لكن الترجي لا يلعب بالتوليفة المطلوبة أو بالتاريخ أفتح قوس يعني تكلمت على الترجي النجم أخطر وأكثر وأسرع من الترجي يعني أنت ترى أن النجم على المستوى التكتيكي أصعب من الترجي رغم أن الترجي يكتظ بنجوم هذه وجهة نظر الشخصية لأنه الترجي فيه نجوم فما صراع بين اللاعبين صراع مع المدرب واللاعبين يعني تقريبا الترجي يملك أسماء ولا يملك فريق الترجي يملك أسماء ولا يملك فريق على عكس النجم الفريق منسجم أكثر وأسرع من لاعبي من فريق الترجي ومن لاعبي الترجي يعني النجم يضغط أكثر لكن النادي الأهلي يبقى النادي الأهلي يعني كلام كثير على النجم لكن النادي الأهلي يبقى النادي الأهلي وكلنا نعرف كيف فاز وعاد بالبطولة من راز ضد الترجي والبطولة في مصر متوقفة لمدة موسمين النادي الأهلي يظل النادي الأهلي يظل الفريق الأقوى والأكبر في رغم غياب رغم اعتزال النجوم الكبار لكن النادي ولاد فريق ولاد فريق الملاعبية متاعه يبرز وأنا على عكس النقاد وعلى عكس الصحفيين المصريين وعلى عكس الجماهير المصرية المهاجم المغربي يذكرني بفلافيو المهاجم المغربي الموجود في النادي الأهلي يذكرني بفلافيو مهاجم من طراز رفيع النجاعة غايبة عليه لكنه يظل مهاجم من الطراز الرفيع ليس مهاجم ممتاز فقط من الطراز الرفيع استاذ عبد الكريم الاهلي اقصى الترجي هل تعتقد ان ده عامل ضغط على الانديه التونسيه باعتبار تفوق الاهلي شبه الدائم على الانديه التونسيه هل ده بيواصل ضغط على النجم الساحلي اكيد النجم الساحلي سوف يبحث على رد الاعتبار للكره التونسيه ما في ذلك شك والتاكيد فوزه 2007 وان كان الفريقين مختلفين 2007 على النجم على النادي الاهلي في القاهره ولكن هذا سيسلط ضغط كبير على لاعبي النجم الساحلي لكن النادي الاهلي يلعب امامه النتيجه يلعب وراءه الجمهور يلعب ضد منافس صعب يعني الضغوطات سوف تكون معناها على الفريقين الاثنين واعود اؤكد ان الفريق الذي سيكون قوه شخصيه اكثر ويكون اكثر افضل واكثر هدوء ونجاعه وتعامل على المباراه على يعني هو الذي سيكون قادر على المرور والفوز لن يكون هناك فوز كبير في المباراه لن يكون فوز بفارق يعني هدفين او اكثر لا لن يكون هناك المباراه قد تكون بهدف صفر قد تكون بهدفين لهدف المباراه ستكون بفوز صغير لا تتوقع اهداف غزيره نعم لا تتوقع اهداف غزيره في المباراه لا 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 توقع من الصعب أن تكون هناك أهداف كثيرة طيب النجم الساحلي عنده غيابات في هذه المباراة أم أنه مكتمل الصفوف؟ النجم تقريبا مكتمل الصفوف يعني العناصر البارزة والمؤثرة في النجم الساحلي سوف تكون موجودة في هذه المباراة والنجم يتحول إلى مواجهة الأهلي بفريقه تقريبا الأساسي والذي تعود عليه يعني ما فماش غيابات يعني يمكن غيابات مقارنه بمباراه الدور النصف النهائي تغييرات مباراه يعني تغييرات تكتيكيه ويعني لاعب او اثنين لكن يعني المدرب سيعول ويعتمد على كل العناصر
اللي تعتبر قوه ضاربه للنجم رياض الساحلي. بدأنا نشوف لعيبة تونسيين في الدوري المصري، وبدأنا نشوف عمرو مرعي مهاجم مصري موجود في صفوف النجم الساحلي. هل تتوقع يا صاحب كريم مزيد من التبادل اللاعبين في المرحلة اللي جاية؟ والله يعني يا ريت احنا يا ريت ان نشوفه تبادل اللاعبين، لانه بعض اللاعبين يعني كمرعي يعني في اول مباراه اللي هو مع النجم يعني حقق نجاح منقطع نظير بتسجيله لهدفين، وخاصه بتعويضه للمهاجم البرازيلي الهداف مهاجم النجم، كما سبق لانيس بوجلبان اللاعب في وعلي معلول أو علي معلول اللي هو يعتبر نجم. وعلي معلول أنا سعيد جدا لعلي معلول، لأن النادي الأهلي أعاد علي معلول الذي نعرفه من سنوات في النادي الشخصي. علي معلول من اللاعبين المميزين جدا والقادرين على 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 مساعدة النجم، لأنه لاعب ظهير عنده مميز، لاعب يسعى الأهداف، لاعب يعرف يسجل الأهداف. إن شاء الله نشوفه على أشياء، نشوفه لاعبين يعني من المصريين في البطولة التونسية وفي المغربية وفي الجزائرية، يعني علاش ليه ما نشوفوش لاعبين يعني من موجودين يعني من البلدين معناها هنا وهناك. السيد عبد الكريم كل الشكر لحضرتك على تواجدك معنا، واهلا بك في مصر، وكل الامنيات الطيبه في اقامه طيبه باذن الله. شكرا جزيلا للزميل الصحفي عبد الكريم العبدي. واعتقد التحذير من قوه النجم مساله لازم تتحط في الاعتبار. انا موافق على حاجه مهمه جدا، الكلام على صعوبه المباراه لازم توضع في الاعتبار. أنا ان موافق. المباراه هتبقى مقفوله. أيوة. ولا يتوقع فيها اهداف كثيره، لازم توضع في الاعتبار. الكلام على دور الجمهور وتأثيره لازم نبص له باهتمام. كان ليك تفسير لاختلاف النتائج بين الأهلي والأندية التونسية؟ أولا المزاج الكروي متقارب. طيب عايز قبل ما تدخل في المزاج، في البطولة الأفريقية لكرة اليد في تونس الأهلي الليبي انسحب من أمام الأهلي المصري، وبالتالي ليه؟ ما لعبش، يعني مش هيلعب، واضح إن في البطولة، فبالتالي عدى الاهلي هذه المباراه الاولى. اتفضل. كان طب احنا عايزين صحفي بقى هنعمل شوف لنا حد من معانا موفد قناه الاهلي الى تونس الزميل كريم احمد. اهلا بيك يا كريم. تحياتي ليك يا استاذ ابراهيم، وتحياتي للباشمهندس سعد الفيعي، وتحياتي لكل مشاهدي متابعي ملك وكتابه في كل مكان. قول لي ايه اللي حصل؟ الاهلي اللي بينسحب؟ بالفعل يمكن الاهلي الليبي اتاخر بشكل كبير جدا عن وصوله المعتاد في البطولات. كان في يمكن وضع جدول موجود في النادي الاهلي المصري والاهلي الليبي، اول مباراه كانت غدا فيها الساعه 10 صباحا، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي الاجتماع الفني او المؤتمر الخاص بالبطوله شغال، وزعوا الجداول الخاصه بالبطوله، لقينا ان النادي الاهلي تم تاجيل مباراته الى المباراه يوم 21 بدل ما يبدا يوم 20. النادي الاهلي هتكون انطلاق البطوله بالنسبه للنادي الاهلي يوم 21 امام فريق هرتاج الكونغولي في الساعة 6 مساء على صالة نابل. البطولة دي هتتلعب على صالتين، صالة نابل وصالة الحمامات، هم يمكن الصالتين دول اللي يعني نقدر نلعب بيهم على بطولات افريقية قوية. صالات مجهزة بشكل كبير تستوعب صالة الحمامات على 2500 مشجع، ونفس الوقت ايضا صالة نابل 2500 مشجع. الامور ماشية بشكل طيب هنا بالنسبة لمعسكر فريق النادي الاهلي. كابتن عاصم حماد طبعا وصل اليوم 16 هنا في مدينه الحمامات، فندق الاقامه يمكن مقبول، في تركيز كبير جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. كمان كان في تاخر لاحد اللاعبين ممدوح طه، ما وصلش مع البعثه في الفريق من اول يوم، لكن هو لسه واصل النهارده في الطياره القادمه من القاهره، واحد من الركائز الاساسيه ممدوح طه لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر. الامور زي ما بقول لك ماشيه بشكل طيب جدا هنا. الكابتن عاصم محاضرات فنيه متواصله، بيحاول ان هو يعمل محاضرات بالفيديو ويوضح لكل اللاعبين كل الفرق المشاركه اللي شاركت في كاس العالم. عارفين ان نادي الزمالك مشارك، نادي الحمامات، نادي الترجي، نادي وداد سماره، في فرق قويه مشاركه فيها في البطوله. وزي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي هو حامل اللقب، ان هو يحافظ طبعا على اللقب هتبقى يمكن الامور صعبه شويه، لكن كلنا ثقه فيه كابتن عاصم حماد وكل اللاعبين، حاله من التركيز كبيره جدا. لكن عايز ارجع معاك للجدول تاني من جديد. الاهلي هيرتاج الكونغولي زي ما قلنا يوم 21 الساعه 6 مساء. ثاني مباراه للنادي الاهلي هتكون الاهلي وسانز الكاميروني يوم 24 يوم 22 يوم 23 الساعه 4 عصرا، وهتنتهي يوم ايه بس؟ لا استنى بقى، فانز الكاميروني يوم كام يا كريم؟ 21 فانز و23 المباراه اللي بعديها.
بالظبط باشمهندس. ويوم 24 هتكون مباراه الاهلي والحمامات الساعه 6 مساء، وهي المباراه الاهم والاقوى طبعا في المجموعه الخاصه بالنادي الاهلي. الادوار التمهيديه طبعا الفريقين هيرتاج او فريق افنز يمكن متوسط، يعني مستوى متوسط ده اللي كان بيتكلم عليه الكابتن عاصم حماد، قال لكن المباراه الهامه فريق الحمامات وسط جمهوره وسط طلبه. النادي الاهلي تفوق عليه في البطوله الماضيه اللي هي انديه ابطال الكؤوس، استطاع ان هو يحمل اللقب من المغرب ويفوز على فريق الحمامات، لكن ان شاء الله بنتمنى للنادي الاهلي في مباراه امام الحمامات وهي المباراه الاخيره يكون موفق في هذه المباراه. هم مستعينين ببعض المحترفين، مستعينين ببعض اللاعبين من خارج نادي الحمامات، لكن زي ما بقول لك هنا في حاله تركيز كبيره جدا من خلال حديثنا مع كل اللاعبين. اللعيبه مركزه، اللعيبه بتقول ان شاء الله ان احنا نرجع باللقب زي ما كنا حاملين. يا كريم كلنا بنتمنى التوفيق. كريم كريم دلوقتي البطوله اللي فاتت الاهلي استعان باب الفتوح من خارج صفوفه، إيه مين اللاعب اللي استعان بيه ولا ما استعانش بحد من بره المره دي؟ هو النادي الاهلي كان مستعين بيحيى الدرع في البطوله الماضيه وحماصه اللي هو ابو الفتوح، لكن كان في بعض الامور الخاصه باللاعب، كان اللاعب يعني كان عايز يجي هذه البطوله، كان النادي بتاعه كان مسبب ازمه شويه ان هو يجي للنادي الاهلي من جديد، لان نادي الزمالك كان طالبه كمان ان هو يستعين بيه في البطوله، فما قدرش الكابتن عاصم او قدر الجهاز الفني النادي الاهلي ان هو يستعين بلاعبين جدد او لاعبين معارين زي ما استعار يحيى الدرع وعبد الفتاح حماصه، لكن في يمكن عدد من الشباب موجودين، في اثنين لعيبه من الشباب موجودين في ممدوح طه. لا 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 يعني انا فاهم يعني مش هتشكل مشكله، لكن ما فيش لعيبه محترفين مع الاهلي. لا من خارجه يعني. لا لم يتم الاستعانه باي لاعب من خارج صفوف النادي الاهلي زي ماشي ما فيش. طيب فريق الحمامات التونسي ها عنده لعيبه محترفين من الخارج ولا ما تعرفش؟ هو النادي الحمامات مستعين بثلاث لاعبين، يعني عنده لاعب جاي من المغرب ولاعب جاي من نادي الافريقي التونسي، كان بيلعب في الافريقي التونسي متواجد معاه، لكن ما عندوش لعيبه ثانيه، وعنده اثنين لعيبه بس، وعنده حارس مرمى كان موقوف، لكن هو لاعب يعني مميز جدا، فعاد للبطوله دي من جديد. نادي الزمالك هو اللي مدعم صفوفه، في لاعب اسمه ماركوس الجزائري، ووسام كمان وسام سمير هو ده يمكن يعتبر احد اللاعبين في نادي سبورتنج، لاعب على الدايره، لاعب مميز. هم اثنين لعيبه فقط في نادي الزمالك هم اللي مستعينين بيهم، واثنين لاعبين في نادي الحمامات ايضا هم اللي مستعينين بيهم، لكن كل الفرق بجانب النادي الاهلي لم يستعين باي لاعب من خارج صفوف الفريق. الاهلي الليبي يا كريم، الاهلي الليبي اعتذر عن مباراه الاهلي ولا انسحب من البطوله تماما؟ لا انسحب بشكل كامل من البطوله، وهيتم توقيع عليه غرامه. كانوا في انتظار النهارده يبقى في اي لينك بينهم وبين الاهلي الليبي على اساس ان يبقى في اي وصول اي معلومه، لكن يمكن خلاص بعد ما اقترب الوقت ان هم يحطوا الجدول، حطوا الجدول اللجنه المنظمه واستبعدوا النادي الاهلي الليبي تماما من البطوله، وحط الجدول بدون النادي الاهلي الليبي تماما وتوزعت. هو اهلي طرابلس ولا اهلي بنغازي؟ لا الاهلي بنغازي، الاهلي الليبي، اهلي بنغازي. يعني هو ما جاش ولا جه متاخر وبعدين انسحب؟ لم يصل يا باشمهندس، لم يصل اصلا من البطوله، لكن هو كان دافع رسوم الاشتراك وكان باعت الفاكسات ان هو يبقى متواجد في البطوله، فطبعا ان هو يوصل للمرحله دي فبيتغرم، لكن هو لو كان اعتذر قبل ما يقدم على البطوله كان ممكن ما يبقاش في اي تغريم ليه، لكن هو انسحب بشكل كامل وليس مباراه الاهلي فقط. وبالتالي يبدا الاهلي ان شاء الله مع الفريق الكونغولي يوم السبت باذن الله. ان شاء الله باذن الله، اتمنى التوفيق للكابتن عاصم وكل اللاعبين. تحياتنا لجميع اللاعبين والتوفيق، وبلغ الكابتن عاصم امنياتنا جميعا. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى مدينه الحمامات التونسيه، حيث تستضيف بطوله افريقيا للانديه ابطال كره اليد. وزي ما شفتوا حضراتكم الاهلي الليبي بينسحب من البطوله علشان الاهلي يواجه الفريق الكونغولي ان شاء الله. المجموعه بقت ثلاث فرق خلاص. ما كل الفرق مش هتلعبوا بالظبط. ارجع لتفسيرتك. لا الاهلي والكره التونسيه كنا بنتكلم. الاهلي والكره التونسيه المزاج الكروي واحد، مستوى الكره متقارب جدا. المفهوم التكتيكي والوعي التكتيكي قريب جدا من يعني انت من الفرق من شمال افريقيا بتلعب وعي تكتيكي. يعني تجد ليبيا، تجد يعني كل الفرق، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، يعني بيلعبوا عندهم وعي تكتيكي. فهذا التقارب في المستوى مع ان الملعب بيبقى كويس، مع عدم شراسه الجماهير في المدرجات، في حماسه عاليه جدا لكن ما فيش شراسه، يعني انت بتروح تلعب سامع صخب، لكن بتلعب وانت مطمئن في الملعب،
احيانا الصخب ده بيسخنك انت يعني. الضيف لو بيلعب في ملعب فاضي ممكن يجيله فطور، لكن لو لعب في صخب ها ممكن يتحمس. فانت عنصر الجمهور معك او ضد يعني انت بتستفيد منه انك انت بتحس بايه، برغبه جمهورك فبتلعب عشانهم، بتحس بنبض جمهورك فبيبقى في تواصل بينك وبينهم. ده الايجابي بالنسبه لك. لكن ما بيعملش في رايي خوف عند هو هيخاف من الجمهور ليه؟ ما تعمل اللي انت عايزه في مدرجك. واخد بالك؟ فما عندوش حته انه يضغط عليه هنا. لكن انا مع الوصف بتاع التحليل بتاع الاستاذ عبد الكريم ان النجم الساحلي يبقى اكثر انضباطا من الناحيه التكتيكيه واكثر صعوبه يعني. والجماعيه بتاعته احسن من الترجي، مش احسن. تملي الفريق لما يحس انه اقل سنه، مش كبير الفارق بينك وبينه، مش كبير. الترجي بيلعب الكوره وهو يعني عنده كبرياء انه ايه، هو زي الاهلي مش هيتحفظ قوي. لكن النجم ما عندوش دي، عنده انه يلعب بانضباط تكتيكي عالي جدا وبضغط في كل الملعب وبعدين يخطف جول. اذا التحكيم ساعده بيعملوا التفوق. انت موجود في مباراه يوم الاحد وكل الاحتمالات مفتوحه، لكن اعتقد ان الاهلي حتى من ناحيه لو يترجم بقى اللي قاله لنا الكابتن حسام البدري، الرغبه واللياقه والروح والجاهزيه النفسيه والدافعيه الجماهيريه مع التوفيق وتوفيق الحكم، نقول يا رب. ان شاء الله تعالى نقول يا رب. عمي قول يا رب يا رب. طيب كمان احمد عادل عبد المنعم شارك في التدريبات، كان تعافى من نزله برد ابعدته عن المران الاخير في اليومين اللي فاتوا، رجع احمد وشارك في التدريبات مع شريف ومع الشناوي، والثلاثه في حاله جيده جدا بيطمئن عليهم الكابتن طارق سليمان. في كدمه في الظهر اكرم توفيق مع نعيته عن مران الاهلي، وكان اكرم غاب ايضا عن مران الفريق امبارح او النهارده بسبب اصابته بهذه الكدمه. في تدريبات تاهيليه بقى لاحمد ياسر ريان مهاجم الاهلي الصاعد الوعد، واحمد حمدي ايضا اللاعب الموهوب لاعب الخط الوسط الموهوب، الاثنين بيمارسوا تدريبات تاهيليه، اضافه قويه للاهلي حتى وان كانوا الاثنين مش في القائمه الافريقيه لكنه عندهم فرص في المستقبل كويس. بص الاثنين دول خلاص هم فهموا انه محل ثقه الجهاز الفني، ايوه، ومحل امل جماهير النادي الاهلي، ايوه، لازم يركزوا. وهيجي لهم بقى زن على الودان كتير الفتره الجايه من وكلاء والكلام ده، يعرفوا ان هم لازم ينضجوا داخل النادي الاهلي ويحققوا لنفسهم شيء، وبعد كده يستمعوا او يدوا ودنهم للي هم عايزينه. لكن الاثنين يملكوا الفرصه ويملكوا القدره انهم يبقوا لعيبه يعني تحقق ما هو معقود عليهم من امال. تمام. مناخ الفريق اذا كان الترجي او النجم الساحلي جاي بمعنويات ونفسيه مريحه شويه او مستريحه شويه بفوزه باربع مباريات، فالاهلي ايضا بيدخل اجواء المباراه القادمه وهو في حاله معنويه منتشيه شويه بعد الفوز على الرجاء في الدوري 4-0، المباراه اللي قال فيها الكابتن حسام البدري او 4-1، المباراه اللي الكابتن حسام البدري قال ان هي كانت فرصه للتجهيز المعنوي والنفسي للفريق بشكل كويس، وانه خرج مبسوط من الاداء ومن تنفيذ بعض اللاعبين للمطلوب منهم. وقال الكابتن حسام البدري فيما يخص عبد الله السعيد ووليد سليمان الاثنين جاهزين ان شاء الله، وزي ما سمعتوه في مداخلته معانا قال ان كل العناصر مكتمله، كله جاهز باستثناء حسام عاشور اللي بيغيب للاصابه واحمد فتحي للايقاف، فيما عدا ذلك القوة الضاربة ان شاء الله تكون مكتمله يا باشمهندس ان شاء الله. طبعا الجاهزيه الكامله دي زي ما بتدي اريحيه زي ما بتدي برضه حيره. بس الحيره اللذيذه، الحيره اللذيذه مش الحيره المقلقه. فانت دلوقتي عندك مرونه انك انت تدفع بعبد الله السعيد وليد سليمان في التوقيت اللي يناسبك. ايوه لانهم جاهزين. ايوه تالق صالح جمعه برضه يريحك، الماتش اللي فات كان مبدع. ايوه واخد بالك؟ صحيح. فانت لا عندك 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 عناصر دلوقتي وعندك اوراق تستطيع ان تحقق منها باذن الله اداء طيب ونتيجه طيبه باذن الله. بالذات الشق الهجومي سواء راس الحرب او ما عندكش حل الا الهجوم. التشكيل يعني الهجومي ده يعني ما شاء الله عندك وفره مميزه فيه.
يعني انا بس مش عايز انساق قوي تشتم ان كابتن حسام وهو بيؤكد على جاهزيه عماد متعب ما هو برضه بيديله رساله بيرفع بيها معنوياته طبعا انه قد يكون في بعض الوقت ورقتك المهمه مش بس ورقتك انت ممكن تشوف في وقت من الاوقات حسام كابتن حسام بيلعب لك باتنين راس حرب بتكتيك تاني خالص بقى يعني كل الاحتمالات مفتوحه كل الاحتمالات مفتوحه فنرجو التوفيق باذن الله كابتن حسام قال برضو انه بيحترم النجم الساحلي ولكنه بيأكد على انه واثق باذن الله من الفوز والصعود للنهائي وقال حسام البدري في تصريحاته لليوم السابع ان النجم الساحلي فريق كبير وعنيد خارج ملعبه ايضا لكن الاهلي لديه هدف واضح وهو الفوز باللقب الافريقي واستعادة هذه البطولة الكبيرة وقال ان كل فريق بالنسبة للآخر في هذه المباراة زي ما قال عبد الكريم العبدي برضو من تونس كتاب مفتوح بس مباراة العودة يعني مباراة الذهاب اتلعبت فكل مدرب شاف التاني بشكل كويس قوي والدوريات مفتوحة والسماوات مفتوحة والقنوات ناقلة لكل المباريات والمسألة على المكشوف وبالتالي الأهلي والنجم كتاب مفتوح من كل مدرب للمنافس والكابتن حسام البدري بيتحدث او الكابتن احمد ايوب المدرب العام للاهلي الفكره احمد ايوب له دور كبير في الجهاز وهيعمل في صمت وهدوء وتركيز واجاده ومثل هذه المهام تملك كابتن حسام البدري يثق في احمد ايوب في تكليفه بمتابعه فريق منافس وتشريحه فنيا وكتابه تقاريره يجد كابتن حسام البدري المعاونه الكبيره من احمد ايوب ومن سيد معوض ايضا مساعد المدرب ومن طارق سليمان فهذا الفريق المتناغم المتجانس باذن الله تعالى يقود الاهلي للمباراه النهائيه. كابتن احمد ايوب بيقول ان الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام استعد بشكل جيد جدا من الناحيه التكتيكيه اعتقد كانت واضحه على صوت الكابتن حسام البدري قد ايه كان مستريح شويه كان مبسوط كان مطمئن خلاص الراجل ذاكر عمل كل اللي عليه اطمئن تماما من استيعاب لعيبته للمهام اللي مطلوبه وبالتالي داخل المباراه باريحيه شويه. نتمنى طبعا كل هذا يترجم للتوفيق بالتوفيق. لكن في تونس بقى كمان كيف يروا الاهلي وكيف يروا تحديدا غياب كابتن حسام عاشور؟ يعني تونس الرقميه قالت ايه؟ غياب بارز. في صفوف الاهلي المصري في مواجهه النجم الساحلي وابرزت تاكد غياب حسام عاشور عن لقاء النجم الساحلي يوم الاحد المقبل لاصابته بتمزق في العضله الضامه تستوجب 3 أسابيع على الاقل راحه. وقالت يعني مدى تاثير هذا الغياب على يعني طبيعه التكتيك وطبيعه اسلوب لعب النادي الاهلي اللي بالتاكيد هيتشهد بعض الاختلاف. لكن يعني في سرد كده لبطولات النادي الاهلي سريع كده قوله لنا. في قبل ما نروح للمحلي بقى. الميزان التاريخي للفرقتين يعني في مثل هذه المناسبات الكبيره بيبقى الناس مهتمه تعمل نوع من تنشيط الذاكره للميزان للميزان المقارن بين الطرفين. الاهلي والنجم الساحلي. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين 1907 تاسيسه ابريل 1907 رئيس النادي الحالي المهندس محمود طاهر المدير الفني الحالي الكابتن حسام البدري. الاهلي يا جماعه عنده 133 بطوله كرويه. هذا الرقم يخليه بشكل دائم الاكثر تتويجا على مستوى العالم. الناس لما بتحسب البطولة العشرين والواحد وعشرين الألقاب القارية اللي بينافسنا فيها ريال مدريد أو ريال مدريد أخذ اللقب وتفوق فيه على الأهلي لكن ما يخص البطولات الكروية عامة محلية وقارية وإقليمية يبقى الأهلي بين كل أندية الكرة الأرضية هو الأكثر تتويجا بالبطولات ورقم أعتقد 110 سنة ب 133 بطولة ده أنت يعني ال 133 دول ايه؟ عندك تفنيطه يا باشمهندس اتفضل 39 دوري تمام و36 كاس
وتسعة سوبر مصري ده في المصري، يعني 39 و36 75 75 وتسعة سوبر يبقى 84 بطولة محلية. وبعدين 8 أبطال دوري وأربعة أبطال كاس وواحد كونفدرالية وواحد أفرو أسيوية وستة سوبر على المستوى الإفريقي. وبعدين نرجع بقى فلاش باك زمان أيام البطولات، ما احناش عارفين كانت بتلعب كل سنة ولا لا، إنما يبقى 16 دوري منطقة القاهرة وسبعة كاس السلطان حسين وبعدين بطولة عربية واحدة اتلعبت مرة واحدة جمهورية العربية المتحدة. لا بطولة العربية الأندية العربية أبطال الدوري والبطولة كأس الكؤوس العربية. لا في واحدة هي بطولة الجمهورية العربية المتحدة. دي مرة. دي هي اتلعبت مرة واحدة وبعد الواحدة ما اتلعبتش. أيوه. وبعدين عندك واحدة الأندية العربية أبطال الدوري وواحدة أبطال الكأس واثنين بطولة بطولة سوبر عربي. يعني ما سابش حاجة. والكونفدرالية واحدة. ما سابش بطولة اتلعبت على المستوى المحلي أو الإقليمي إلا لما فاز بيه. الاهلي ما شاركش في بطوله الا وخدها، يعني مش بالضروره ياخدها في نفس سنتها. لا ما بقول لك تصنيف البطولات لم يترك بطوله الا لما فاز باحد القاب. ما شاء الله. طيب نرجع بقى للدوري المحلي. يبقى 133 الاهلي ده رقم لازم يتحفظ يا جماعه. 133 بطوله للاهلي في 110 سنه. في 110 سنه لو قلنا كره القدم بدات بعد نشاه النادي بسنتين، يعني في 108 سنه لما يكون الأهلي عنده هذا العدد من البطولات، ده اللي بيخليه الأكثر تتويجا بكل بطولات كرة القدم على مستوى العالم. محليا الأهلي هذا الموسم لعب فقط 3 مباريات في رحلة دفاعه عن لقبه المحلي كبطل للدوري. محليا الأهلي لعب 3 مباريات. كرة القدم في الأهلي نشأ 1907 والكرة 1911، يعني في 4 سنين فارقين. يبقى أنت ما بتتكلمش على 110 سنة، بتتكلم على 106 سنة. والسنة دي؟ السنة دي تبقى ال 110 مش 107 واحنا في 17. لا نشاط كرة القدم في الأهلي ما بدأش 1907، معناها شكلها من أول نشأته بقى 1911. 11 يبقى 107 106 سنة. 106 سنة بالظبط. 106 سنة. طيب انت دلوقتي ما نخش الاول المحل. احنا لعبنا 3 ماتشات، كسبنا 2 وتعادلنا 1، لكن عايزين نقارن بقى. طب النجم الساحلي، قول لنا النجم الساحلي. طيب اللعيبه الاجانب في الاهلي، عشان قبل ما نروح للاجانب في النجم، الاهلي عنده علي معلول المدافع التونسي، وعنده جونيور اجايي المهاجم النيجيري، وعنده وليد ازارو المهاجم المغربي. دول المسجلين في القائمه الافريقيه. الأهلي كمان عنده عدد لا بأس به من اللعيبة الدوليين. الاختيار الأخير اللي راح لمصر كأس العالم: شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، سعد سمير، حسام عاشور، عبد الله السعيد، صالح جمعة. دي المجموعة اللي موجودة حاليا في القائمة الدولية من لاعبي النادي الأهلي. عشان لما نشوف بالتوازي النجم الساحلي ميزان القوة بالنسبة له عامل إزاي. النجم الأهلي تأسس 1907، النجم تأسس 1925، يعني فيه 12 سنة فرق. 12 سنة زائد ان البطولة انطلقت امتى قلت بتاعتنا؟ الكرة عندنا 1911. يبقى انت احسب من 1911 ل 1925 في فرق 14 سنة. الاهلي يسبق في ممارسة كرة القدم على مستوى البطولات ب 14 سنة. رئيس النجم الساحلي حاليا الاستاذ رضا شرف الدين، والمدير الفني هو الفرنسي هوبر فيلود. النجم الساحلي عنده 34 بطوله، 10 كاس 10 كاس و10 دوري و3 سوبر التونسي. عنده واحده افريقيه و2 كاس افريقيا لابطال الكؤوس قبل ما تتلغي واربع كاس كونفدرالية. هو بقى في الكونفدرالية طايح لان هو ما بيلعبش، ما بيتأهلش انه يلعب البطولة، فبينتقل ليها على طول. واثنين سوبر افريقي واثنين كاس بطولة شمال افريقيا اللي احنا ما بنلعبهاش. يعني فانت دلوقتي عندك، تعالى نحسبه للبطولات الافريقية برضه عشان نخلي بالنا.
واحدة أبطال أفريقيا، اثنين كاس دي ثلاثة، أربعة كونفدرالية سبعة، واثنين سوبر أفريقي، يبقى عنده 9 بطولات أفريقية في الوقت اللي النادي الأهلي عنده بص يا سيدي 8 دوري 4 كاس، ادي 12، واحدة كونفدرالية 13، 6 سوبر 19، وواحدة أفرو أسياوي 20. يبقى كام احنا قلنا كام النجم؟ 11 ولا 14؟ عنده واحدة دوري أبطال أفريقيا، اثنين أبطال الكؤوس، أربعة كأس الكونفدرالية، واثنين سوبر أفريقيا، 9. يبقى 9 ل20 بطولة للنادي الأهلي. ده الميزان القاري اللي بين على المستوى الافريقي اللي هما بقى ما فيش مين قبل التاني. ايوه لعبنا احنا الاثنين مع بعض في افريقيا. دي بعض اهداف النجم الساحلي في الدوري السنه دي. الاهلي عنده 3 اجانب في القائمه بتاعته، علي معلول ووليد ازار وجونيور وباكي أزاريه. لم يسجل باكا صديقك لم يسجل. النجم الساحلي عنده 4 في قائمته اللعيبه الاجانب، عنده جونز باور ده لاعب خط وسط نيجيري بيلبس نمره 14، وعنده خليل بنجورة لاعب غيني بيلبس الفانيلا رقم 12، وعنده عمرو مرعي المهاجم المصري وبيلعب بنمره 25، وعنده اكوستا البرازيلي بيلبس الفانيلا رقم 18 وهو موقوف في المباراه اللي جايه مع الاهلي. كان في كلام النهارده انه يعني مش هيلعب مباراه الاهلي. كان في كلام النهارده انه يعود للفريق. هو موقوف من المعلومة هو دي. موقوف في مباراة الأهلي. اللعيبة الأهلي ما شاء الله شفتوا أكتر من 8 أو 9 لعيبة دوليين من عناصر الأهلي موجودين مع المنتخب حاليا. اللعيبة الدوليين في النجم الساحلي اللي في المنتخب التونسي اللي هم رخرين برضو قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى كأس العالم، عنده 5 لعيبة دوليين. أيمن المتلوتي حارس المرمى، عنده حمدي النفاذ ده مدافع، عنده زياد بوغطاس المدافع، عنده حمزه نصر لاعب الوسط، وعنده حمزه الاحمر لاعب الوسط، وعنده محمد امين عمر لاعب خط الوسط. 5 دوليين في قائمه النجم الساحلي. النجم الساحلي لعب 4 مباريات، الاهلي لعب 3. المساله ديت تديك مؤشر للجاهزيه البدنيه والتكتيكيه، انه انت لعبت 3 مباريات في بدايه الدوري، هم لعبوا 4 مباريات، يعني المساله اقوال شويه قريبه من بعضيها. لعب 4 مباريات النجم الساحلي، فاز فيهم كلهم. فاز على البنزرتي 2-1، وفاز على مستقبل قابس 2-0، وفاز على الاتحاد المنستير 1-0، وفاز على الترجي الجرجيس 1-0. ده النجم الساحلي اللي جاي لك بمعنويات عاليه، بجاهزية بدنية ملحوظة، بتخلص من أي ضغوطات. فكل الأمل أنه إحنا السلاح القوي اللي معانا سلاحين في منتهى الأهمية والخطورة والتأثير. معانا جمهور قوي جدا يهز الصخر، ومعانا روح الفانيلا الحمراء، ومعاهم يبقى معانا ربنا إن شاء الله. توقعات الجمهور لمباراة الأحد، ومنه نطلع لفاصل ونرجع نشوف المهندس عادل الخيعي بعيدا عن تحفظاته الآن من ايه بالظبط. ان شاء الله فوز النادي الاهلي بنتيجه مريحه تريح الجمهور، ورساله قويه لكل الفرق في النهائي ان النادي الاهلي عينه على البطوله ومش فارقه معاه اي نادي تاني. النادي الاهلي ان شاء الله يفوز باذن الله، لانه الاقدر بالبطوله دي، وفريق عريق والاول على افريقيا والاول على العرب كمان. ان شاء الله الاهلي يجيب 2 ان شاء الله، والاهلي يعني من النوادي العريقه طبعا. ان شاء الله هنفوز، وهتبقى بنتيجه ان شاء الله 3-0 باذن الله. مباراه صعبه فعلا يعني، وعلى حسام البدري ورجالته ان شاء الله
هنقدم مباراة قوية وهنكسب. النادي الأهلي كيان كبير كبير جدا جدا جدا، وإن شاء الله الفوز للأهلي وهنوصل للنهائي وهناخد البطولة بأمر الله برضو إن شاء الله. أنا ثقة في الأهلي وفي لعيبة الأهلي كبيرة جدا إن هم إن شاء الله يوفقوا في الماتش، وإن شاء الله أتمنى تكون 2-0 إن شاء الله. إن شاء الله تكون مباراة حلوة والأهلي يعمل أداء كويس عشان يعوض إن النجم أصلا طلعنا في 2007، لازم نكسب النجم، لازم نكسب عشان خلاص اخر فرصه، والاهلي بقى له كتير ما دخلش افريقيا، مش هينفع، وهيوصلنا لكاس العالم للانديه فمش هينفع نخرج اصلا، لازم نكسب النجم لازم. هو النجم برضه فرقه صعبه، بس ان شاء الله الاهلي سيد افريقيا طول عمرنا، وقادرين ان احنا نتخطى المهمه دي، والاهلي ده رقم واحد في افريقيا، واكيد يعني ان شاء الله نكسب باذن الله. انا شايف انها ان شاء الله تبقى 1-0 للاهلي. ان شاء الله لعيبه الاهلي رجاله وقد المسؤوليه وهيشرفوا مصر، وكمان هم ليهم دافع كبير من مباراه المنتخب، فده دافع كبير قوي للنادي الاهلي يكسب المباراه في وسط جمهوره وفي وسط الشعب كله المصري، هيبقى منتظر الفرحه بتاعته، وان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. اهلا بحضراتكم من جديد، وهل يكتمل البدر في ليله النجم؟ ان شاء الله تعالى يكتمل، وان شاء الله تعالى جمهور الاهلي يقود الاهلي الى المباراه النهائيه، يقفز الاهلي من على النجم الساحلي العنيد والعتيد والمحترم، واللي كابتن حسام البدري نفسه بياكد على احترامه ليه كمنافس له قيمته له مكانته، وكون ان هو يتاهل مع الاهلي الى المباراه في نصف النهائي دي معناها انه ده فريق لابد ان احنا نعمل له الف حساب يا باشمهندس. فريق متعب تكتيكيا، وانت فاكر من الاول خالص انا قلت لك كذا الكلام. مش مساله تصنيف مين بيكسب بطولات اكتر من الثاني، لكن هو واحد من الفرق الصعبه. يعني هو يعني ممكن نقول انه عامل زي الاسماعيلي، بس كورته مش ممتعه زي الاسماعيلي لكن قويه إيجابية. زي المصري مثلا. يعني في فرق كده وانت بتلعبها بتبقى باستمرار شايل همها. ايه مخاوفك بقى؟ مخاوفي عدم التوفيق او اخطاء التحكيم. اما ال طب الثانيه نقدر نشتكي منها ونقدر نتكلم، الاولانيه تيجي ازاي؟ اخطاء التحكيم؟ لا، عدم التوفيق. عدم التوفيق ممكن انت تعمل كل اللي عندك وربنا ما وفقكش. ممكن واحد يجي انت في ماتش الكاس مع المصري كوره مش متوقعه في الوقت المحتسب، بدل من ضايع وشوطه من بره ما كانش حتى عامل حسابه عليها، ولا اللعيب اللي شاطها يمكن، واخد بالك؟ فراحت في المسار اللي لازم تيجي جول، وياما حصلت كده. حاجات زي كده عدم التوفيق. انك انت تنفرد وتضيع، انك انت تفضل تهدر فرص او تجيب جول وما تعرفش تعززه، ففي الدقائق الاخيره تستقبل هدف. التوفيق معناه ايه؟ انك انت من الفرص اللي بيجي لك تستطيع ان تحرز وتحمي مرماك من دخول اي من حدوث اخطاء. واخد بالك؟ اما التحكيم فربنا يستر طبعا. انت يعني لو جالك ضربه جزاء لم تحتسب او احتسب عليك ضربه جزاء هتعمل ايه؟ زي الماتش الاولاني بتاع طلاع الجيش. جالك العنصريه، عدم التوفيق وعدم واخطاء التحكيم. وعدم التحكيم بشكل صارخ في الاتجاه ايه؟ خسرت او خسرت نقطتين يعني. الماتش ده لا يحتمل الا الفوز بفارق هدف، ولا تستقبل هدف او هدفين لو استقبلت اي هدف. اذا انت زي ما بيقول طارق بن دياب، البحر امامكم، البحر خلفكم، والعدو امامكم، فاين المفر؟ طارق بن زياد مش طارق بن دياب. انت رحت تونس انت قلت ابن دياب يا راجل. لا، ابن دياب ايه؟ طارق بن زياد برضه. انت راح تونس برضه. لا لا طارق. انت عايز بس القافيه ماشيه معاك اليوم. يا شوارب رجع شويه، رجع يا شوارب. طارق ابن دياب. لا، طارق ابن زياد. انا قلت كده طارق ابن زياد. قال يا شوارب نسال الجمهور. طيب ما علينا. طارق ابن زياد، البحر من خلفكم والعدو امامكم، اين المفر؟
وحرق مراكبه. أيوه. يعني مفيش حل غير انك تقتحم. ايوه. فانت دلوقتي مفيش حل انك انت تحرز اهداف وتتفوق. فربنا يحقق لنا هذا الهدف. ربنا يحقق هذا الهدف باذن الله لهذا المشوار اللي بداه الاهلي اعتبارا من دور ال 32 لو تفتكروا حضراتكم، تخطى فيه عقبه بيدفست الجنوب افريقي اللي وقع في غرام الاهلي ولاعبيه وقتها، واستعان بقدرات عمرو جمال كمهاجم معار اليه، وفي مقابل الاهلي اشترى منه باكا مهالمبي المهاجم غير المقيد افريقيا. الاهلي فاز على بيدفست على ملعب السلام بهدف احمد حجازي اللي انتقل الى الدوري الانجليزي بعدها، وتعادلوا بدون اهداف في جنوب افريقيا. دخلنا دور المجموعات اللي الاتحاد الافريقي لاول مره السنه دي خلاها في دور متقدم شويه، بدل ما كان دور المجموعات بيبقى في دور الثمانيه وبيتكون كان من 8 فرق في مجموعتين كل مجموعه اربعه، لا خلاه بيتكون من اربع مجموعات وفي دور ال 16. فهذا الدور المبكر لدور المجموعات في دور ال 16 دخلوا الاهلي عشان يلعب مع الوداد المغربي وزاناكو الزامبي والقطن الكاميروني. احتل الاهلي المركز الثاني في هذه المجموعه وجمع 11 نقطة. نتائج الأهلي في هذه البطولة في هذه المجموعة تعادل 0-0 مع زاناكو، 0-0 مع زاناكو ذهابا وإيابا، وتبادل الفوز مع الوداد 2-0 كل واحد في ملعبه. وبعدين القطن الكاميروني، القطن الكاميروني الأهلي كسب 3-1. 2-0 و3-1. يعني كسب القطن الكاميروني مرتين، فالقطن الكاميروني كان معبرنا ان احنا نجيب ال 11 بونت دول. واستطعنا ان نتأهل. دور الثمانيه طبعا كلنا عارفين 2-2 مع الترجي، ثم 2-1 في تونس فاز فاز الاهلي 2-1 وتعادل 2-2. فيعني هو 2-2 في مصر و2-1 هناك. طب ما انا بقول لك ما قلتش حاجه. طيب مع النجم الساحلي خسرنا 2-1 هناك. نكسب بقى، نكسر القاعده مره، نكسب هنا 2-0. 2-0 باذن الله ان شاء الله تعالى. يا رب يا رب يا رب. طيب وبعدين نشوف بقى مشوار النجم الساحلي. اتفضل. دور ال 32 فاز على تاندا الايفواري 3-0 و2-1. وعندنا جوان لماتش تاندا ده بنشوفه عشان ناخد فكره عن الفعاليه الهجوميه بطريقه احراز الاهداف. يعني هم جابوا خمس اهداف واستقبلوا هدف امام تاندا الايفواري. المفارقه انه الاربع فرق اللي في الدور نصف النهائي كلهم بيلبسوا احمر. الاهلي والنجم الساحلي فانيلتهم الفانيلا الحمراء، الوداد المغربي الفانيلا الحمراء، اتحاد العاصمه الجزائري ايضا الفانيلا الحمراء. اكتساح للفانيلا الحمراء. الاحمر يكسب دائما. لا بس هو على 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 الاهلي لون مختلف. الاهلي لعب هناك بالازرق، هنا هيلعب بالاحمر. انا مش بتكلم على الازرق والاحمر. الاحمر على الاهلي مختلف. ايوه. لان في روح الفانيلا الحمراء. طب بس التنين شركائنا في الفانيلا برضه. يعني ياخدوا منا اللون ويسيبوا لنا الروح. ياخدوا الفانيلا والروح تجينا. ويسيبوا لنا الكاس. خذوا المناصب والكراسي. لكن سيبوا لي الوطن على رايي. طيب بعد كده لسه المشوار بقى في المجموعه عامل ايه في المجموعه؟ كسب احتل النجم الساحلي المركز الاول برضه ب 12 نقطة مع فيريفيارو الموزمبيقي فاز 5-0 و1-1. لاحظوا نتائجه قوية. مع الهلال السوداني الشقيق 1-1 و1-1. التعادل في المباراتين. مع المريخ السوداني الشقيق ايضا 2-1 و3-0 لايقاف المريخ. فبالتالي عبر النجم الساحلي الى ايقاف الكره السودانيه. المريخ ملوش ذنب. ما ايقاف المريخ بسبب تدخل حكومي في شان الاتحاد السوداني. في دور الثمانيه النجم الساحلي مع اهلي طرابلس الليبي بقياده طلعت يوسف 0-0 و2-0 وال2-0 عمرو مرعي.
والنجم الساحلي مع الأهلي طبعا في سوسة، فاز النجم الساحلي 2-1 عشان يجي يلعب الأهلي إن شاء الله تعالى يوم الأحد في مباراة العودة. رقميا الأهلي لعب 245 مباراة في دوري أبطال أفريقيا بنظامها القديم والجديد. 245 مباراة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري حسب المسمى السابق. الأهلي فاز في 245 مباراة دول 118 مباراة، عشان كده كان هذا الفارس هو الفارس الدائم لهذه الأميرة السمراء. الأهلي بيفوز في 245 مباراة 118 مرة، منها 25 فوز خارج الملعب، ودي مسألة ليها قيمة ويعني ليها تأثير، و53 خسارة و73 تعادل. سجل الأهلي في مشوار هذه ال 245 مباراة 263 هدف، ودخل مرماه 190 هدف. وصل الأهلي للدور نصف النهائي اللي بيلعب فيه دلوقتي 14 مرة، بما فيها 2017 في المرات ال 13 السابقة وصل الأهلي للنهائي 10 مرات. يعني في 13 مرة الأهلي راح السيمي فاينل عبر 10 مرات، وثلاث تعثرات كانت عنده. خسر مرتين في 88 وفي 2010، ومرة واحدة في 81 كانت بسبب اعتذار الأهلي عن عدم إكمال البطولة أمام جيت تيزي أوزو الجزائري لظروف وفاة الرئيس الراحل أنور السادات. في العشر مرات اللي وصل فيها الأهلي للنهائي البطولة دي 81 كان كنا في أوج حالتنا مستوانا وجيل ذهبي ويعني كنا اقتربنا جدا خلاص وما كناش خدنا ولا بطولة لسه ساعتها يعني دي كانت هتبقى البطولة الأولى. اتأخرت للسنة اللي بعديها على طول. أعتقد وقتها كان بيمر أعتقد مش متأكد قوي كان بيمرنا كالوتشاي. أعتقد 81؟ لا أعتقد. طيب في العشرة مرات اللي وصل فيها للنهائي فاز الأهلي بالبطولة 8 مرات وخسر مرتين في 83 وفي 2007. يعني الأهلي في 13 مرة راح السيمي فاينل عبر 10 مرات وتعثر ثلاثة. لما راح الفاينل العشر مرات اللي راح فيهم النهائي خد اللقب في 8 مرات وخسر مرتين. في المرتين النسبة المئوية 80% نسبة النجاح. النجم الساحلي إذا كان الأهلي لعب في البطولة الأفريقية 245 مباراة، النجم الساحلي لعب 97 مباراة في دوري الأبطال بنظامها الجديد والقديم. فاز في ال 97 مباراة 49 مرة، وعنده حقق الفوز 49 مرة، منها 11 فوز خارج ملعبه ودي برضو نسبة عالية، و25 خسارة و23 تعادل. سجل النجم الساحلي في ال 97 مباراة 120 هدف، ودي برضه يا باشمهندس نسبة أو معدل لا ما 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 جيد، نسبه جيدة كويسة جدا البطولة الأفريقية، ودخل مرماه 75 هدف. وصل النجم النهائي 4 مرات بما فيها 2017، في المرات الثلاثة السابقة وصل للنهائي فيها جميعا، يعني دي المرة الرابعة اللي بيوصل فيها للسيمي فاينل. الثلاثة اللي قبل كده لما لعب في السيمي فاينل عدى، نسبة نجاح 100%، إذا وصل للنصف النهائي كان بيقدر يكمل، عملها ثلاث مرات في الثلاث مرات وبيوصل للمرة الرابعة. في 2004، 2005 و2007، الثلاث مرات وفاز بالبطولة مرة واحدة فقط، يعني في الثلاث مرات اللي لعب فيهم فاينل مرة واحدة رفع الكاس وأخفق في المرتين. لعب النجم الساحلي خارج ملعبه عبر تاريخه 124 مباراة. فاز في 27، تعادل في 38، هزيمة في 59، سجل 104 هدف ودخل مرماه 145 هدف. الأهلي على مدار تاريخه القاري لعب خارج الديار 160 مباراة، فاز في 33، تعادل في 63،
وخسر في 64 له 117 هدف في ال 160 مباراة واستقبل 154 هدف خارج الملعب. نسبة هزيمة النجم الساحلي خارج دي ملعبه دي بقى اللي تهمنا بقى 47% دي الإحصائية اللي الملخصة 47% نسبة نجاح أو نسبة هزيمة النجم خارج ملعبه. نسبة هزيمة الأهلي خارج ملعبه 39%. يتلقى النجم أهداف في مرماه خارج ملعبه بنسبة 1.17% هدف في كل مباراة، لكن الأهلي بيستقبل خارج ملعبه كسر من الهدف 96% هدف لكل مباراة. الأهلي والنجم بقى مع بعض أصحاب الفانيلا الحمراء دول لعبوا مع بعض 9 مرات قبل كده، منهم 4 مباريات كانت في دوري الأبطال وبالصدفة في الدور النهائي. الأهلي فاز 3-0 في نهائي 2005، النهائي القوي جدا اللي النجم الساحلي كان في ملعبه بيدافع. الأهلي في 2005 فاز في القاهرة 3-0 بعد ما كانوا تعادلوا في سوسة بدون أهداف. نفكر حضراتكم بهذا النهائي الرائع ل 2005. ويلعبها على طول بركات وفي باله منه قوي، بيلعب عليه شاكر الزواغي ووراه لوت صابر، بيلعبوا لابو تريكا خدها لنفسه المره دي، وعماد بدا بيتحرك له وشوط جول جول جول. يا ولد يا ولد يا تريكا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كره حلوه ومفاجاه. الله الله تريكا، كره ما حدش متوقعها، وفي السنه كلها حربيه ما حدش ما كان متوقعها، لما وخدها واو بوش رجله، بص لماها ازاي، بركات لعبها له، لماها لنفسه ازاي وهي بتتلم، شوف الواو بقى عملها واو في البعيده. الله 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 الله، ما خدش باله منها اوستن حارس المرمى، وتقدم الاهلي 1 بهدف جميل جدا جدا. يا ولد يا ولد يا ولد، كوره حلوه قوي قوي، هنشوفها تاني اهو، شوف عمل ازاي لنفسه، وقع على نفسه، هياخدها بره رجله وبره رجله، لفه حلوه حلوه حلوه، وتروح الكوره على طول عند بركات، وماشي بركات مع صابر، هو صابر وطلع صابر الكوره بره اوت، رمي التماس لنادي الاهلي. حوالي 21 دقيقه والاهلي متقدم بهدف لا شيء، ابو تريكه في الدقيقه 20 ويلعبها حتى المصطفى لعماد، عماد مدعب ولعبها يا يا يا، مشيت من قدام ابو تريكه، يا يا هجمه حلوه جدا جدا، وخش ابو تريكه وتروح منه كراجل، الراجل ده قال لك تطول الكوره، وحسن مصطفى مجهود كبير قوي، وداخل معاه مدايبه الحامي، وحامي لسه الكوره معاه، ويلعب الكوره تقول لك يخش يقطعها محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب اوفر جو 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 جو، وسامحه جو جو أسامة حسني. الله الله يا أهلي، الله محمد عبد الوهاب اوفر جميل جدا، وأسامة حسني جوه جول، ضربة رأس رائعة. الله الله الله، ضربة رأس ايه، مزيكا مزيكا أسامة حسني، عملها محمد عبد الوهاب الدقيقة 7 من زمن الشوط الثاني. جون جميل جون جميل، الله 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 على الاوفر بتاع محمد عبد الوهاب، وضربة الرأس الرائعة لأوزاو اهي، وهوبا على يمين اوستن، على يمين اوستن ما قدرش يعمل لها حاجة، اوفر جميل جدا محمد عبد الوهاب، وحلوة مفيش حد معاه، لعبها على ماله زي ما يكون نشن، بص كده في المرمى ولعبها في الزاوية البعيدة، والجون الثاني لنادي الأهلي، واتلعبت الكورة على طول، يوقف الكورة مع أحمد السيد ويلعبها على طول محمد عبد الوهاب، ترد الكورة وتتلعب على طول، بياخدها احمد الحامي طبقا لتعليماته بخطه معروفه، واول ما يزنقوا يلعبوا الكره لورا يفتحوها ويغيروا اللعب من اليمين للشمال، وبركات هيلعب الضربه الركنيه، لعبها قصيره على طول تاني لحسام عاشور، حسام عاشور لعبها لبركات، بركات 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 بركات، بس معاه هوبا، الله 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 الله، بركات يا ولد يا لعيبه كبير قوي، الله عالجور يا بركات، الله عالجور يا بركات، جون جميل يا يا على الثالث ده في الزاويه البعيده، جون حلو حلو حلو، جابوا بركات
وبيختم بيه اعتقد هذا جون جميل جميل حطه في بطن رجله في الزاوية البعيدة جوه جون وهو بيجري وبيتحرك ويجيب جون جميل 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 محمد بركات حقيقة لعبت حلو عمل فيها مجهود كبير جدا جدا ومستر مانويل جوزيه اهو والبدلاء واقترب كثيرا النادي الاهلي من البطولة وجون جميل جميل اتلعب حلو قوي قوي يخش محمد بركات هنشوفه اهو بص عمل ايه دخل جوه اهو وصمم بقى انه يشوطها وجابها على اليمين وحطها في البعيدة جوه جون واوستن بيتفرج عليه اوستن بيتفرج عليه بص بص عملها ازاي يا ولد يا ولد يا لعيب المرة ده رحمة الله على الكابتن حمادة إمام والكابتن محمد عبد الوهاب. 2005 كانت بطولة الجدارة الكاملة، بطولة الاستحقاق الكبير، لأنه تفوق الأهلي وأرقامه ونتائجه فيها ما شاء الله. يعني كان في قمة التوهج والانطلاقة والكرة القوية بجد. فكرتني وإحنا بتتكلم بتقول لي مانويل جوزيه جه في 2004 في نص موسم 2003 2004 في 2003 2004 مع بداية تكوين الفريق الجديد. ايوه. فهو قبليها الاهلي عمل تغييرات دراميه او جذريه دراماتيكي يعني. مشي ابراهيم سعيد، احمد صلاح حسني، رامي سعيد. وهو بعديها باسبوع جاي لي خبط على الباب كده عدي وهو كان ما يخشش يروح باصص كده عدي بتجيب صوته بالظبط انت مستر مانويل ياسر قال لي ما معناه يعني عشان ما نقعدش نتكلم جديد عملت ايه في اللعيبه اللي هتجيبها لي قلت له مستر مانويل دي بتاخد وقت قال لي لا ام نوت كيدنج اذا ما جوش هسافر انا جاي عزاز اللعيبه دي هتيجي عمل لي كده قلت له لا انت كده بتحطني تحت ضغط وتحج لي كده قلت له باذن الله كل اللي انت عايزه واكتر هيجي لك وبدانا نبني الفريق ده يعني هو ما كانش عامل حسابه لا على بركات ولا بوتريكا ولا عماد ما يعرفهمش لكن لما جم طبعا انبسط وضاف بصمته عليهم وحط بقى البصمه هو احسن حاجه عملها الراجل ده انه ازاي عمل فرقه من نجوم مبعثره واحد غيره ما كانش يعرف يلعب الناس دي مع بعضها وبهذا الاخلاص وبهذا انكار الذات وبهذه الجمعيه وبهذا انه هو يفضل حاطط شخصيه يفضل حاطط فكره وي ار فاميلي ايوه احنا اسره وانا قلت لك يوم ما جبت له احمد فتحي قال له ايه قدامي وي ار فاميلي هير يو ونت تو بلاي انديفيديوال عايز تلعب فردي جو بلاي جولف وي بلاي كولكتيف فود احنا فريق جماعة عايز تلعب فرد روح العب جولف فهي دي العبقريه بتاعت مانويل جوزيه والحقيقه مع شخصيته الطاغيه كان كله بيسمع الكلام وبينصهر يا رب نكمل في الدور ده يعني احنا لحد دلوقتي نحقق نجاحات باذن الله مع مدرب وطني هو الافضل في الساحه افضل مدرب مصري الحقيقه يعني نجاحاته وبصمته وقيادته ما شاء الله يعني مهما اختلفت واتفقت لان دلوقتي الاراء متعدده مفيش اتنين هيتفقوا مع بعض على وجهه نظر فنيه يبقى يبقى هو صاحب الشأن بيحقق لك الاهداف لو عدى مندي يوم الاحد الكابتن حسام الى حد كبير يبقى كسب البطوله باذن الله تعالى باذن الله ويبقى مدرب فعلا لا دخل في عمق التاريخ الكره المصري فاز بالبطوله في 2012 المهندس عدلي في مخاوفه من التحكيم الحقيقه في عنده حق يعني في حته ان هو يبقى شايف ان المساله محتاجه رقم واحد توفيق وتحكيم طب التوفيق دي من عند ربنا والتحكيم نامل انه الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز يكون موفق هو الاخر في يومه في ارساء العداله في الملعب لانه هذه المباراه الاهلي والنجم الساحلي بترجعنا الايام يوم ما كانش ابدا يوم نقي في الكرة الأفريقية عبد الرحيم العرجون في إدارته لمباراة وتشوفوا ضربة الجزاء قدامكم بصوا ضربتين جزاء الناس اللي بتتكلم على وضوح ضربات الجزاء واحنا واحد واحد كنا ساعات اتفضلوا بصوا اهي ضربة ولا راح ولا له دعوة بالكورة وهو فوق الكورة
ولا الثاني لاعب ما راحش ناحيه الكره. المدافع ما راحش ناحيه الكره. يعني ما فيش وضوح في ضربتين جزاء يعني بهذا الشكل. لو بمعايير الوقت الراهن ده كان يتشطب من التحكيم وتعاد المباراه. صحيح. يعني والغريب جدا ايه الصفاقه دي؟ كان ورا الكوره يعني. ايه دي الجرأه دي؟ اهي بص ودي اتفضل اتفضل. الاثنين جالوا الكوره. لقوا الاثنين ما لعبوش الكوره. ولو الكادر فتح شويه هتلاقي اهو متركة بيقول له في ايه؟ ليه؟ اهو ايه ده الوقاحه دي؟ يعني وقاحه مش اخطاء. اهي ادي واحده وشوفوا الثانيه بقى اللي بيقولوا لنا اهي اتفضلوا. يعني اسمها ايه دي؟ طيب امتى ما يتحس امتى يتحسب البنالتي لو ما كانش يتحسب في دي بصراحه؟ يعني في اتينا دوره اتينا كرم جابر لما كسب الميداليه الذهبيه طلع يحضنه المدرب بتاعه راح واخده لافف بيه زي بتاعه بالظبط اللقطه الشهيره دي زي بتاعه شديد قناوي دي اهي بس التاني لف بقى بيه. لا بص يعني بص شايف لا 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 ولا حاجه وخصوصا اسمع خصوصا ان اللاعب لعبها ده ما لمسهاش الاثنين ما لمسوهاش لا يا راجل ايه الجرأه دي يا راجل ده عبد الرحيم العرجوني يعيش حياته كلها خجول من منك نفسه منك لله مباراه زي كده بجد لانه كمان طرد عماد النحاس وعمل كوارث. لا طرد عماد النحاس ده لهم خلاص قال لهم اتفضلوا البطوله عشان كده اما بقول لك مخاوفي ايه هي دي مخاوفي. للمره الثانيه في الكونفدراليه 2015 يعني اربع مباريات في بطوله الكونفدراليه وتحديدا في دور المجموعات، الاولى في بطوله 2014 في المجموعه الاولى تعادل الاهلي والنجم الساحلي بدون اهداف في القاهره وواحد واحد في سوسه. وصل الاهلي مشواره حتى الدور النهائي حصل على اللقب من سيوسبور الإيفواري بهدف عماد متعب الشهير. نشوف أهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الكونفدرالية 2014. كرة أخرى في العمق هاي للكرة إكرامي لم يكن موفقا أيضا وكان الهدف الأول من العمق وليس من الجهة اليسرى. التمريرة من العمق هنا والتوغل من بنجاح بغداد من أمام عودة أحمد فتحي ومع ذلك تمكن من فتح مجال التسجيل لم يكن متسللا في هذه اللقطة. هدف مقابل صفر للنجم الساحلي أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. رضوان الفالحي التمريرة كان فالحا فيها وتمكن من إيصالها لبغداد منجاح مفتتحا مجال التسجيل لصالح النجم الساحلي. صعب الكره هذه احمد شكري اختطف الكره يلعبها من هناك على الجهه اليسرى خطيره جول تريزيجيه عدل النتيجه للنادي الاهلي من لعبه رائعه جدا ثنائيه ممتازه تريزيجيه يفعلها ويعدل الهدف. شوف الخلل من هناك على الجهه اليمنى والخطا تريزيجيه لا يضيع كرات مثل هذه يتمكن من اضافتها من تعديل النتيجه. اللعبه كم كانت رائعه من احمد شكري قلت منذ دخوله المس 6 7 وفي الدور ده في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا اذا كان الاهلي هيلعب يوم الاحد مع النجم الساحلي في برج العرب بعد فوز الفريق التونسي في ملعبه 2-1 فالوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء هيستقبل اتحاد العاصمه الجزائري يوم السبت. دي مباراه نصف النهائي الفرقتين اتعادلوا في الجزائر 0-0 يعني الوداد عنده فرصه في ملعبه. الوداد واجه الاهلي في هذه البطوله مرتين في المجموعه نتمنى ان شاء الله تعالى الاهلي يمر واذا مر الوداد او مر اتحاد العاصمه الاهلي يكون قدها وقدود. المطلوب من التحكيم يتقي ربنا والمطلوب من الجمهور ايه؟ لا يتوانى ولا يكف عن التشجيع الايجابي طوال المباراه وعدم الشماريخ بقى والليزر والكلام اللي ملوش لازمه لان هيتلككوا بيه وهيعطلوا الماتش. يعني يا جماعه كل ما بتعملوا حاجه هيستفيدوا منها. يعني تيجي تعمل ليزر هيوقف لك الماتش ويسمع حركه ملهاش اي لازمه ولا ليها اي تاثير. تصرفات صبيانيه وعلى فكره تجافي الروح الرياضيه طبعا. فارجو لا شماريخ ولا اهتاف ولا خلينا بقى مره نقف بجد مع فرقتنا ونستفيد من تعليق وزير الداخليه اللي بيقول لك
انا عايز ارجع الجمهور يعني فعايزين نرجع نشوف ايه اللي مطلوب من الجمهور في هذا التقرير ونطلع لفاصل وبعد منه نرجع. اهلا يا دكتور. الجمهور هو اللاعب رقم واحد في الملعب، ومن غير الجمهور اللعيبه تحس انها تايهه. تشجيع الجمهور بيدي حماس ويدي قوه للعيبه. دور الجمهور من اهم العوامل اللي بتؤدي لفوز النادي الاهلي، وهي يعني النادي الاهلي بجمهوره بتدي دفعه معنويه للعيبه وبترفع من حماس اللعيبه، وهي العامل الاول للنصر النادي الاهلي ان شاء الله. الجمهور اللي بيعمل حافز كويس جدا للنادي الاهلي. اللعيبه طبعا بتبقى لعبه يعني بحماس، بيبقى الوضع غير ما يعني ما يكون ما فيش جمهور، وان شاء الله خير وان شاء الله هنكسب الماتش الجاي. الجمهور دايما بيبقى عامل مهم في اي مباراه، بالذات في الاهلي لان او مصر، لان دايما اللعيبه بتاخد شجاعه وبتاخد فكره من الجمهور. هو الجمهور رقم واحد في كره القدم. والله لو الجمهور رجع ان هو يبقى في مصر هنشوف كوره جميله، هنشوف اداء حلو لمنتخب مصر، هنشوف اداء حلو للنادي الاهلي، هنشوف روح للكره المصريه. رقم واحد الجمهور طبعا، الجمهور لازم يساند اللعيبه، لازم مش عايزين نستعجل الفوز، لان ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى احنا عندنا ثقه في رجالتنا، ولحد اخر دقيقه الاهلي بيهدف ولعيبه الاهلي كلها رجاله، وان شاء الله تقدر تحقق الكاس بمشيئه الله ونصعد نهائي بمشيئه الله. يعني طول عمره دايما الجمهور ورا النادي الاهلي، وهو سر انجازاته وسر بطولاته، وهو دايما بيفرح جمهوره، عشان كده جمهوره دايما بيبقى وراه. الجمهور انت عارف الجمهور الاهلي طبعا يعني بيبقى صعب قوي على المنافس، وان شاء الله هيكون ليه مؤثر تاثير جامد قوي على المباراه. الجمهور اللاعب رقم واحد، مش اللاعب رقم 11 ولا 12. الجمهور اهم حاجه في المباراه، الحماس، الانتماء للفريق، اخر بيشجعوا لاخر دقيقه، عندهم روح رهيبه، هم اهم حاجه في النادي كله. على الاهلي سر نجاحه هو جمهوره. اهلا بحضراتكم من جديد، واهلا يا دكتور. والدكتور هو الاستاذ الدكتور كمال درويش، عميد كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان الازبق، ورئيس نادي الزمالك الازبق، وواحد من القامات الرياضيه في عالم الاداره الرياضيه بالتحديد اللي لهم قيمتهم. وعشان كده العنوان ده برضه له معنى. يعني هو اضطرنا ان احنا نختلف معه، نحن نكن له احتراما عميقا. ايوه. ولكن يبدو ان ذاكره لم تسعفه في الكثير مما قال. فما كانش ينفع ان احنا نطلع من غير ما نقول له الاول، نرحب بيه ونقول له اهلا يا دكتور معانا، لكن تعالى نراجع مع بعض. طب ما تيجي نشوف الاول اول جزئيه الدكتور كمال درويش وهو ضيف الزميل ابراهيم فايق قال ايه بالظبط. الزمالك لم يفوت بركات في عهدي ولذلك انتقل للاهلي. هو الحقيقه حصل تفاوض، مش ما حصلش، حصل، لان هو في البدايه لما كان في السكه الحديد اترفض في نادي الزمالك من المدربين. بعدين راح الاسماعيلي، وبعدين طبعا النقله بتاعت الاسماعيلي للاهلي، مجموعه الاسماعيلي، فريق الاسماعيلي 2003. طب ومع الفتره دي هل فوضوا الزمالك؟ فوضوا؟ لا، ما كان كانت الشروه واحده. الشروه كانت واحده ما دخلش فيها نادي الزمالك. لا خالص. طب هو كانت العلاقه مميزه قوي ساعتها وقتها ولا ايه؟ ما بين الزمالك وبين ما بين الاهلي وبين الاسماعيلي؟ كان فتره تعيين مجلس معين. لو الكلام من مجرد زميل مذيع يعدي، ولو حتى اجتهاد من مدرب او اداري صغير يعدي، لكن حد بقيمه الدكتور كمال درويش لما يقول ما جبناش بركات لانه راح الاهلي ضمن شروه كبيره من الاسماعيلي للاهلي وقتها في 2003. شروه كبيره 2003، يعني احنا بنتكلم في 13 14 سنه. فبالتالي الاجيال الجديده اللي كان عنده 10 سنين وقتها ما كانش يعي، دلوقتي في العشرينات شاب خريج كبير. اول ما جاش يسمع كلام زي ده، ما هو ده اولا ده لسه بدري.
لما يسمع كلام زي ده من قيمة بحجم الدكتور كمال درويش، لا يبقى في مغالطة تاريخية فيها كلام كتير قوي يا باشمهندس. اتفضل الأول. المغالطة التاريخية دي اللي بتخليني كل مرة أقول الأهلي مخترق، لأنه عايزين يلعبوه في تاريخك. والكلام ده يعدي وأنت بتقول لي مش عايزين، عايزين نتوقف باستمرار حتى لو نعيد كلامنا 100 مرة. لأن دائما في أجيال جديدة هم هيفضلوا يقولوا هذا الكلام لحد ما نزهق ونبطل نحكي. مش هنزهق، وهنطلع من ورانا أجيال حافظة تاريخ الأهلي بإذن الله، مش هتزهق. محدش هيقدر يسرق تاريخ الأهلي ولا شوهه إبراهيم بإذن الله. طيب الكلام اللي اتقال ده بقى، الأهلي خد شروة من الإسماعيلي في 2003. يعني أولا مش في 2003، مفيش لعيب جه في 2003 خالص. ثانيا ما تخليني أنشط كده الناس، هم اللي جم من الإسماعيلي للأهلي وكل واحد جه إمتى، عشان نشوف إيه حكاية الشروة اللي مرة واحدة ديت اللي الأهلي اشتراها من الإسماعيلي. ايه العدد يعني؟ لا، اسلام الشاطر جه الاهلي في صيف 2004، وجه الاهلي اشتراه او فسخ عقده هو مع الزمالك، دفع الشرط الجزائي بعد ما كان انتقل معار لاتحاد جده. يعني في وسيط. لا لحظه واحده هنا. ده هو ابتدوا يقولوا، وكان الاستاذ مرتضى منصور مختلف معاهم، وادوا له القضيه دي من بره المجلس، وقال انا هقبلها حبا في الاهلي في الزمالك. فالقضية قال لك ايه؟ عدل القيع، كنا وقتها انا 2004، يعني ازاي انت ذاكرتك خانتك، مع ان انت اللي اطلقته في الزمالك. عدل القيع بيروح ياخد العقود ويشوف الثغرات ويوديها للنادي الاهلي علشان اسلام الشاطر، لان اسلام الشاطر ما كانش عنده ثغره، ده كان عنده شرط جزائي واضح. وجه هو قال لنا، احنا رحنا جبنا احمد رضوان من القناه، وهو بعد ما اتفق معايا راح على الزمالك. انا باشهد على كده فيه اليوم اللي اسلام الشاطر وقع فيه للزمالك، وقع فيه للاستاذ المندوب الحسيني، كان امين صندوق الزمالك، راح الاسماعيلي. اسلام الشاطر ليا انا شخصيا قال له النبي قول للمهندس عدلي ما يزعلش. كان عارف ان انت كنت. قال لي انا خليت اعتقد ابن خالته المحامي سمر بيه، استاذ سمر شاطر، ايوه لسه مكلمني امبارح، حط بند في العقد يديني الحق في ان انا افسخ عقدي في اي وقت وادفع قيمه لو الاهلي عايزني بعد كده بسرعه. ده يوم ما مضى في الزمالك، ده كان مديني ميعاد انه يجي لي البيت عشان نخلص. ايوه. فايه ما جاش. كلمني 8:30، قال لي انا طالع الاسماعيليه، المصري ابراهيم عثمان طلبني وهاجي لك بعد. قلت له يبقى انت مش هتيجي. قال لي لا والله باذن الله هاجي وكده. لما راح وغاب كلمني 2 بالليل وهو راجع، قال لي لقينا موقف ما قدرناش نعمل فيه حاجة. وفرق فلوس، والتاني قال مش فيه. لا دخلت لقيت كلاب دوبرمان والمحافظ بيكلمني، ما تزعلش بابا إبراهيم منك، ومعقولة الضيوف جم لحد هنا، المندوب الحسيني بقى واللي معاه وهنرجعهم يعني. والمهم قال لي كده بالظبط، قال لي أنا عندي شرط جزائي مستعد أدفعه النهاردة. صحيح. قلت له لا بص بقى، انت اخترت الزمالك، روح جرب وبعدين نتكلم بعدين وقرب لو انت عايز. فلما الزمالك خده اعاروا ما لعبلوش، ده كان واخده عشان ما يجيش الاهلي بس. اعاروا وده اتحاد جد فهو راجع استخدم شرطه الجزائي، ده في 2004 يا دكتور. عماد النحاس في نفس السنه 2004 الاسماعيلي باعه للنصر السعودي، الاهلي اشتراه من النصر السعودي بعديه، يعني ما فيش شروه مع الاسماعيلي. على فكره ما اشتريناهوش كمان، هو فسخ عقده مع النصر. هو كان رايح عشان كابتن محسن صالح ولما محسن صالح مشي من النصر انا فاكر خلاص هو مشي وخدنا. في محمد بركات في 2004 الاسماعيلي كان باعه لاهلي جده السعودي، في 2002 باعه اهلي جده في 2002 وخد احسن لاعب اجنبي ودخلنا وخد الكاس معاه. ما هو انا هحكي لك اكمل لك بس كلمنا اتحاد جده اهلي جده وكلمنا بركات وكان عنده استعداد يجي لنا، وصلنا ل 700,000 دولار ان احنا ناخده من اهلي جده. ام فوجئت انه راح العرب القطري، العرب القطري ب 900,000 دولار. وحتى بركات يوميا عمل عشان كده بقول لك ايه، جالي البيت واحنا بنكلم اهلي جده، قلت له نقرا فاتحه امين، قلت له لحقت تقراها فضحك، قلت له يبقى انت ما انتش جاي. المره اللي بعديها من الاهلي العربي العربي القطري
اهلي دبي، اهلي جده للعرب القطري. الاهلي جده راح العربي القطري، جالنا بقى من العربي القطري دفعنا 200,000 دولار وارى الفاتحه معايا مظبوط. اراها مظبوط يعني في الاولانيه. اذا اتنقل مرتين بعد الاسماعيلي مساب. الاهلي كان الايد الثالثه بعد الاسماعيلي. محمد عبد الله جه في 2006 ده الوحيد اللي مباشر من الاسماعيلي للاهلي بفلوس، واحمد فتحي في 2007 انتقل من الاسماعيلي لشيفيلد يونايتد الانجليزي ومن شيفيلد للنادي الاهلي. يعني برضو مفيش شروع مع الاسماعيلي. سيد معوض او احمد حسن في 2008 الراجل جه لف اللفه طويله جدا، ده قعد 10 سنين بره الاسماعيلي، 10 12 سنه محترف بره ما بين تركيا وبلجيكا، وفي الاخر الاهلي جابه. لعب للنادي الاسماعيلي سنتين زي ما لعب للاهلي سنتين. صحيح. سيد معوض في 2008 انتقل ل ولا ثلاث سنين وثلاث سنين ترابيزون التركي ومنه للاهلي. طيب من تركيا للنادي الاهلي شريف عبد الفضيل في 2009 انتقال مباشر من الاسماعيلي للاهلي بمقابل. عبد الله السعيد في 2011 انتقال مباشر ايضا من الاسماعيلي للاهلي. يعني من 2004 ل 2011 شريف عبد الفضيل الزمالك الاسماعيلي كان وعدنا انه هيجي الاهلي وعمل مجلس اداره فوجئت انه راح الاسماعيلي. راح الزمالك. فما بكلمهم قالوا لانه هيدفعوا 7 مليون جنيه. قلنا لهم نديكم 7 مليون جنيه وكان في طلب فني. ها ده اللي غير الاستغناء في اللحظات الاخيره. طيب. اللي اخده احمد صديق. احمد صديق. يعني في خلال من 2004 ل 2011 تسع لعيبه انتقلوا من الاسماعيلي للاهلي. بالمناسبه مش من الاسماعيلي، بالمناسبه ما تغلطش الغلطه دي، لعيبه انتقلت من انديه اخرى سبق ليها اللعب للاسماعيلي. في المقابل اكتر من ضعف الرقم ده انتقل من ولاد النادي الاهلي للاسماعيلي، بس محدش بيحسب ديت ليكن. بس من 2004 لغايه 2011 تسع لعيبه منهم ثلاثه فقط انتقال مباشر من الاسماعيلي للاهلي. وبعد كده الدكتور كمال يقول لك الشروه الكبيره بركات كان ضمن شروه. فين الشروه؟ ايوه شروه استمرت خمس سنين. ده اكتر من خمس سنين. خمس سنين يعني. ايه؟ اخرهم عبد الله سعيد في 2000 من 2004 ل 2011 خمس يعني سنين. ايه؟ يعني سبع سنين. سبع سنين. وبركات الراجل كان الايد الثالثه وبيقول لك شروه. كمان الدكتور كمال عرج على موضوع محمد ابو تريكه، ليه انتقل ابو تريكه للاهلي مش للزمالك؟ نشوف. لاعب كنت اتمنى التعاقد معه قبل انتقاله للاهلي كان ابو تريكه ولا بركات ولا وائل جمعه؟ هو ابو تريكه كان جاء وقعد. جه وقعد في الزمالك؟ طبعا. والله؟ والله. وايه اللي حصل بعد كده؟ حصل بقى راح له الكابتن محمود الخطيب. طبعا راح له الكابتن، بس بعد بعد الكابتن عادل القيعي. عادل القيعي يعني له صولات وجولات. صولات وجولات في القضايا. الاهلي خطف ابو تريكه من الزمالك بسبب الخطيب ولا المقابل المادي ولا رغبه اللاعب؟ اي من الثلاثه؟ مقابل المادي. المقابل المادي. الدكتور كمال يعني شوارب كان موطي علينا الصوت خالص بالمناسبه، بس الدكتور كمال قال في مقال انه كنت اتمنى ابو تريكه، بس ابو تريكه انتقل للاهلي بسبب فرق الفلوس، وقال انه البركه بقى في عدل القيع وكان له صولات وجولات فيها. ابو تريكه انتقل للزمالك عشان فرق فلوس؟ بص ابو تريكه اتعرض عليه 300,000. ما خلينا بقى نقولها بالارقام. اتفضل. ابو تريكه اتعرض عليه 300,000 من الاهلي، وتعرض على نادي الترسانه عشان يديهولنا في الشتاء مش نستنى لاخر السنه 400,000 جنيه. ابو تريكه مضى للاهلي ب 350,000. يعني ما تفتكرش ان في يعني اغراءات ماديه لابو تريكه كان يعني. هو كان رغبته يجي النادي الاهلي، وانا قعدت خمس سنين اتابع انه يجي النادي الاهلي قبليه. فاترفعت ال 400,000 بعد كده بعد ما طلع الشيك. كابتن حسن فريد قال له انا محرج والنادي ومش النادي والمبلغ ضعيف. فاترفعت ل 600,000 جنيه لنادي الترسانه. بس الاستغناء كان خلاص تقرر ب 400,000. على اي حال ده ابو تريكه. ما اعتقدش ان دخلنا في اي نوع من انواع المزاد ولا المقارنه ولا المادية. المقارنه ولا الزمالك ظهر في السوق خالص في موضوع ابو تريكه. طيب قال الدكتور كمال ايه سر انتصارات الاهلي وتفوقه على الزمالك؟
استاذ الاداره الرياضيه شايف عامل اخر نشوفه. الاهلي اقوى من الزمالك بسبب الاعلام ولا الاداره ولا الجمهور؟ الاعلام. الاعلام. يعني لا الاداره فارقه ولا الجمهور مؤثر والاعلام هو اللي فارق مع الاهلي. بيدي البطولات للانديه. هو الاعلام اللي بيدي البطولات. طيب بلاش في الـ30 سنه الاخيره لو اتعمل احصاء لعدد الاعلاميين، وعلى فكره برضو حته الاعلام لانه بالمناسبه ناس كتيره بيستفزها انه فلان اعلامي، ما فيش حاجه اسمها اعلامي، الاعلامي اللفظ الاشمل، في مذيع ومذيعه وصحفي وصحفيه، لكن فكره الاعلامي تبقى قاصره على اي حد بيطلع في التلفزيون ده اعلامي، ما هو الصحفي اعلامي لو اعتبرنا ان الاعلام مقروء ومسموع ومرئي، فيا ريت نضبط المصطلحات في مذيع وفي صحفي، انما في النهايه ايه اللي وفي كل الوسائل دي 70 30 للزمالك بالظبط او 75 25 كمان. التلفزيون ظهر سنه 60 واحتلوا من وقت بدايته كابتن لطيف عليه رحمه الله، وكل قيادات التلفزيون من بعدها ولغايه يمكن دلوقتي قيادات زملكاويه، ومعروف تاثير التلفزيون، ومعروف اللجان اللي بتختار المعلقين واشتراطات ان هم ما يبقوش اهلاويه عشان يبقى الكلام واضح. وفي الاذاعه برضه مين؟ فهم يعني عمر و يعني باستمرار في حرص على ابعاد كل الميول الاهلاويه. هم اللي بيمتحنوا الناس. ايوه. طيب ازاي يبقى في اعلام اهلاوي؟ ده انت فاكر القصه بتاعت صاحبك اللي راح يقدم وقالوا له صحيح غلط بلسانه وقال لهم ايه الوقت؟ ابعد اي حد اهلاوي. هل ده يا دكتور هو الاعلام اللي بيحقق بطولات للاهلي ويكون هو السبب في تحقيق البطولات للاهلي؟ طب خليني اقول لك وانت استاذ للاداره الرياضيه، قبل ما التلفزيون يظهر من اول ما بدات نشاط كره القدم في مصر لغايه لما التلفزيون ظهر، الجرايد كانت بتنشر اخبار الرياضه في الصفحات بتاعتها يا دوب مساحات محدوده، ومع هذا لغايه لما التلفزيون ظهر في الستينات ايه بطولات الاهلي والزمالك؟ الاهلي خد كاس مصر 21 مره والزمالك خده 14 مره. الدوري العام الاهلي خد 11 بطوله والزمالك خد 3 بطولات. كاس السلطان الاهلي خد 7 بطولات والزمالك خد بطولتين. كانش في اعلام. الكلام ده كله قبل اي اعلام. دوري القاهره الاهلي خد 16 بطوله والزمالك خد 12 بطوله. في الجمهوريه العربيه المتحده اتلعبت مره الاهلي خدها والزمالك ما خدهاش. يعني اجمال البطولات اللي تنافس فيها الاهلي والزمالك قبل ما التلفزيون يظهر وقبل ما الاعلام حتى حد يشوفه باستثناء الاعلام المقروء والاذاعي وكانت المسائل محدوده جدا في تاثيرها، في 56 بطوله للنادي الاهلي و32 بطوله لنادي الزمالك. يبقى فين تاثير الاعلام يا دكتور؟ دي المساله واضحه وضوح الشديد. استاذ الاداره الرياضيه من المؤكد يدرك تأثير الإدارة الرياضية على تحقيق البطولات، لأنه حتى الزمالك لما وجد مناخ إداري مستقر بقيادة الدكتور كمال درويش ومجموعته حقق في فترته بطولات، ما أعتقدش كانت بفعل الجمهور أو الإعلام، كانت فرق إدارة. الدكتور كمال درويش في قضية تاريخية مهمة جدا أدلى بدل ومهم نقف معاه. لقب نادي القرن حق اصيل للاهلي، نعم ام لا؟ لا لا، حق اصيل لمين؟ حق اصيل للزمالك. وايه السبب انه راح للزمالك؟ ان اللائحه الخاصه بالاتحاد الافريقي اتغيرت بحيث ما تحسبش بطولات الافرو اسيويه، وبعدين بعد ما خدوا القرن دلوقتي بيحسبوها ضمن البطولات اللي خدوها. ده كان عن قصد؟ كان عن قصد من اللي كان ماسك سكرتير الاتحاد الافريقي في الوقت ده مصري. دكتور مصطفى فهمي اعتقد الاستاذ مصطفى فهمي. ده اتهام، واتهام خطير، واهدار لحقوق، وبيان لتزوير انه في لائحه اتزورت او اتعدلت علشان تنكر بطوله الزمالك كان واخدها والاهلي مش واخدها اللي هي الافرو اسيوي. هقول لك مفاجاه.
والكابتن ايمن يونس حسبها ورجع بعد كده لما هاجوا عليه يعني تراجع يعني. الزمالك خد 2 افرو اسيويه والاهلي خد 1. اذا يتفوق الزمالك عن الافرو اسيويه بايه؟ بواحده. بياخدوا كام على البطوله زي السوبر؟ هي من مباراه. بتاخد كام بونت عليها بونت؟ طب الزمالك يتحط له البونت ده لو اتحسبه برضه ما ياخدهاش. لكن الافرو اسيويه ما بتتحسبش ليه؟ لانها اسمها افرو اسيويه مش افريقيه. مشترك. هتتحسب تتحسب بقى في الترتيب الدولي كلقب قاري. انما هتقول لي افرو اسيويه تتحسب اسيا ولا افريقي ولا تتحسب هنا وهنا؟ واخد بالك؟ صحيح. فهي هي اصلا ملهاش تصنيف، واذا اتحسبت برضه هيطلع الاهلي نادي. طيب قرر. غيروا اللائحه وقتها عشان الاهلي ياخدها، هم غيروا اللائحه فعلا ولا ايه اللي حصل؟ طب ما نرجع مع حضراتكم لبدايه المساله واحنا يعني زهقنا. فكرني ان انا اقول لك حاجه. تنصف المهندس مصطفى مراد. مصطفى ده مهمه جدا لازم اقولها. لانه في فبراير 94 الجمعه 18 فبراير 94 اللي قدام حضراتكم 94 يعني قبل ما يعلن نادي القرن بست سنين. ست سنين كاملين. بصوا الناس اللي كانت بتعلم الغيب، كان اجتماعات للاتحاد الافريقي في جوهانسبرج على هامش مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك في جوهانسبرج، المباراه اللي بيتروس ماتابيلا الحكم الجنوب افريقي اللي كان فيها الله اعلم بحالته، المهم بعد كده دخل السجن بعدها بسنين، دخل السجن وتم شطبه وملاحقته بالرشاوي. هذا الحكم اللي ادار هذه المباراه بعدها على طول اجتمع الاتحاد الافريقي واعلن عن بدايه تصنيف انديه القاره. وكانت الاهرام نشرت في 18 فبراير 94 مفاجاه الاهلي زعيما للكره الافريقيه. وليه كتبوا مفاجاه؟ لانه الزمالك هو اللي كان كسب مباراه السوبر. فاذا كان الزمالك خد السوبر الافريقي ده الاتحاد الافريقي المختلف مع الاهلي واللي الاهلي بينسحب من بطولاته واللي الاهلي بيقاطعها، الاتحاد الافريقي لما عمل التصنيف طلع الاهلي في الترتيب الاول. لا 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 لا، في التوقيت ده 94 الاهلي كان الاول والزمالك السابع. ايوه. طيب ما انا بقولك طلع الاهلي الاول. بس لازم الناس تعرف كان الزمالك كام؟ السابع. فرق يجي 17 بونت. انتهى بهذا التصنيف بعد المسطرة اللي اتعملت بهذا طريقة التصنيف دي، انتهى ان الاهلي الاول الزمالك من السادس يطلع الثاني. الثاني مين اللي استفاد؟ من التصنيف. طيب التصنيف اللي اتعمل في سنة 94 الزميل محمد شبان، ومحمد شبان الراجل زملكاوي مش اهلاوي، تحدث في قناة مودرن وقتها كاشفا عن حقيقة التصنيف يا دكتور كمال، علشان اتهام الناس بان هي غيرت لائحة وزورت، ولما تكون حضرتك استاذ للاداره الرياضيه اعتقد المساله محتاجه كثير من التدقيق في المعلومات. نشوف شبانه في مودرن سبورت وقتها كشف عن ايه. قدام حضراتكم الصوره دي هي نشر الاتحاد الافريقي لكره القدم في يناير عام 94. ده الكفر بتاعها. هذه النشره كانت اصدرت على هامش بطوله الامم الافريقيه سنة 94 بتونس. دي النشرة اللي هي الدورة 19 لكأس إفريقيا للأمم تونس من 25 مارس إلى 10 إبريل. شفت حضراتكم النشرة دي؟ قدام حضراتكم أدي الكفر بتاعها، قدام حضراتكم واضح وصريح وما فيهوش كلام. وقتها بقول لحضراتكم الدكتور فيكن قال أنا ما أعرفش حاجة عن القصة دي ومعرفش حاجه اسمها تصنيف في الوقت ده، لدرجه ان حد قال له ده الاهرام كاتب الكلام ده، فاتقال ماليش دعوه بالاهرام. وقتها كانت جريده الاهرام كاتبه ان الاتحاد الافريقي قرر يعمل تصنيف معين بارقام معينه وبشكل معين عشان يحدد مين نادي القرن ومين منتخب القرن، تصنيف سنوي يعني، او عشان يحدد مين هيبقى نادي القرن او مين هيبقى افضل انديه في تاريخ الاتحاد الافريقي وافضل منتخبات. الدكتور فيكن قال برضه انا مش فاكر الكلام ده. تاني ورقة في النشرة هطلعها لحضراتكم دلوقتي بتتضمن اسم الدكتور فيكن جزميجيان.
بتاريخ يناير سنة 94. ادي الورقة قدام حضراتكم. الاتحاد الافريقي قال جوه النشرة، ادى فكرة عن التصنيف وطريقة التصنيف وكيف يتم التصنيف للمنتخبات وللأندية. للمنتخبات وللأندية. بص حضراتكم بقى، المنتخبات المفاجأة ان كان المنتخب المصري في المركز الاول برصيد 85 نقطة. كان المنتخب الكاميروني متساوي. يا ريت تطلعوا لنا بالورقة الثالثة دي بالظبط، اللي فيها دي اللي فيها المنتخبات اهي، دي اللي فيها المنتخبات. ايجيبت منتخب مصر قدام حضراتكم 85 نقطة، البي تي اس دي اللي هو البوينتس يعني. بعد كده الكاميرون ونيجيريا 61 نقطة بيتساووا في المركز الثاني. ده تصنيف سنة 94 طبقا للأسس اللي حطها الاتحاد الإفريقي واللي اتجمعت خرجت في نشرة الاتحاد الإفريقي سنة 94 للمنتخبات. انتهى القرن، الكاميرون هي الأول. عشان برضو البعض اللي قال لك طب هما جاملوا مصر في الأهلي وجاملوا الكاميرون عشان عيسى حياته، جاملوا حسن مصطفى ادوا الأهلي وفي المقابل جاملوا عيسى حياته فادوا له الكاميرون. لا، سنة 94 لما طلع طريقة التصنيف بالنقط، يعني اللي يخش دور 8 ياخد كام، اللي يخش النهائي ياخد كام، اللي يخش قبل النهائي ياخد كام، اللي ياخد البطوله ياخد كام، كذا 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 كذا، اسفرت ان الكاميرون اساسا في المركز الثاني، وبينها وبين مصر يعني من 85 نقطه ل 61 نقطه كان فرق 24 نقطه. استمرت البطولات الافريقيه 94 96 98 2000 فتصدر الكاميرون الصداره وحصل على لقب منتخب القاره. يعني الحقيقه واضحه ودامغه، ومش محتاجه يا دكتور ان انا اجي اقول فلان اتعدل ولا فلان غير اللائحه. على فكره المفاجاه بقى الدكتور كمال درويش بارك رسميا للنادي الاهلي فوزه بهذا اللقب. دي المفاجاه. سبحان الله. طيب الاعلام قالوا سبب البطولات، الاداره الناس كلها عارفاها، هو الجمهور، الاستطلاعات الراي وقياس الراي الجماهيري لما قال الاهلي 74.5% من المصريين اهلاويه، دي كانت مراكز رسميه يا دكتور. لكن سيبك منها، ما تيجي تروح للكابتن فاروق جعفر نفسه، نجم وكابتن وقيمه ورمز نادي الزمالك، وهو بيتحدث هذا الاسبوع عن شعبيه الاهلي وشعبيه الزمالك. في الجدل اللي في الفتره الاخيره، شعبيه الاهلي اكتر، لا شعبيه الزمالك اكتر، لا شعبيه الزمالك اكتر في الخليج، وشعبيه الزمالك اكتر في الخليج لكنها اقل في مصر، لا شعبيه الاهلي اكتر. يعني ما دي حلاوه الكوره، شفت وشفت حاجات كتير، ده حلاوه الكوره. ما اكيد طبعا، يعني انت دايما طول ما انت قاعد الكوره مش عايزه اللي يقعد يستريح. الكوره عايزه القلق، صحيح. سواء في اعلام، في ميديا، في 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 ملعب، في جماهير، مش الكوره هي دي حلاوه الكوره، ان انت تبقى قلقان. ف الكلام ده بتشوف ايه؟ بتشوف الشعبيتين متساويتين؟ لا لا، الاهلي اكتر. الاهلي اكتر. بنسبه قد ايه مثلا؟ كم الاهلي ما بياخد بطولات بيبان جماهيره، والزمالك ما بياخد بطولات بتبان جماهيره. ودي دي دي, دي 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 حاجه يعني عايز اقول ده واقع موجود، يعني مش حدش بيقول يعني ما الاهلي بيبقى ماشي مش بشكل كويس ما بتلاقيش الجماهير عندها الدوافع. طب ولا الزمالك كمان. يعني اتفضل يا باشمهندس. ما اظنش المساله بتاعت الجماهير دي حتى محتاجه حد يتناقش فيها كمان، لان دي مسائل على ارض الواقع. يعني عارف تعرفها منين؟ طب احنا كاهلاويه بنقول كده، طب الناس الرعاه الارقام بتقول ايه؟ لا، التسويق، القيمه التسويقيه للاسم هي اللي بتجيب لك الفلوس. صحيح. الاهلي بيعمل ايه في البث، الاهلي بيعمل ايه في الرعايه، وباقي الانديه واقربهم الزمالك الربع. يعني ربع ايه؟ ولا 20% من القيمه بتاعت القيمه التسويقيه للنادي الاهلي ككل. فدي ده المعيار، لان انا لو خدعتك في الاعلام طب هخدع الراجل بتاع الابحاث اللي بيجي لمؤسسه كبيره زي شركه اتصالات ولا شركه محمول ولا شركه مش عارف ايه ولا مياه غازيه، ان لما تيجي ترعى لا ده عندها مراكز بحثيه. دهمنا الوقت، وكل الدعاء بالتوفيق ان شاء الله في مباراه الحد للاهلي،
وكل الامل لحضراتكم تستمتعوا بنشره اخباريه ثريه مع الزميل محمد فاروق سعد. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.